السؤال رقم 20 بيقول لي اوجد المقاومة المكافئة بين نقطتين A و B. قلنا في طرق حل المقاومات هتلاقي هنا في سلك فاضي، يبقى ايه الطريقة اللي نستخدمها؟ طريقة النقاط. لسه بنتها، لان انا مش عارف المقاومات دي دول كده توازي ولا توالي، فطالما لقيت سلك فاضي هنستخدم طريقة النقاط. هنحط النقطة دي واحد، عديت على مقاومة اتنين مثلا، وهنا من اتنين هنا عديت على مقاومة دي تلاتة، سلك فاضي يبقى الجهد هنا زي هنا، يبقى دي كمان تلاتة، وسلك فاضي يبقى الجهد هنا كام؟ تلاتة. يبقى انا عندي كام نقط هنا؟ تلات نقط. السؤال رقم 20 اهو، نحط كده عندي تلات نقاط، واحد اتنين تلاتة. انا عايز من A لB يبقى اخلي تلاتة، يعني من واحد لتلاتة خلي تلاتة هناك واتنين في النص. من واحد لاتنين في 18 اوم، ادي 18 اوم خلاص. وعندي من واحد لتلاتة، من واحد لتلاتة في كام؟ 21، 21 اوم. وعندي من واحد لتلاتة في كمان 21 اهو، كمان 21 اوم، تمام؟ وانا خدت التلات دول. عندي بقى من 2 ل 3 في 9، ومن 2 ل 3 في 9، ومن 2 ل 3 في 9. يبقى هنا من 2 ل 3 في مقاومه 9 اوم، وكمان مقاومه 9 اوم، وكمان مقاومه 9 اوم. كم مقاومه؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6، يبقى انا ماشي صح. دول كده توازي مع بعض، يعني من 2 ل 3 9 على 3، يبقى دول المقاومه المكافئه. المقاومه المكافئه كام؟ 3 اوم، ومعاهم هنا كام؟ 18 اوم. والفرعين دول كام كده؟ كام يبقى 8 سوري 18 و3، يبقى الفرع ده كده كله 21، وكمان 21 توازي، و21 يبقى هنا فيه لسه 21 وكمان 21. يبقى المقاومه المكافئه كام؟ مش ده 21 وده 21 وده 21، يبقى ار داش للمجموعه دي كلها بتساوي واحدة منهم على عددهم على 3، يبقى 21 على 3 فيها 7 اوم، يبقى المقاومة المكافئة هنا 7 اوم. هنيجي للسؤال اللي بعده، هتلاحظ برضو ان في سلك فاضي اهو وفي سلك فاضي، يبقى نستخدم طريقة ايه؟ النقاط. هنحط هنا واحد، تبقى دي واحد برضو. عديت على مقاومة بقت دي كام؟ 2، يبقى هنا برضو 2. وهنا عديت على مقاومة سواء كده او كده او كده، يبقى هتاخد رقم جديد 3، تمام؟ خد بالك ان انا عايز المقاومه المكافئه من واحد لاثنين، يبقى تخلي اطراف الاطراف عندك يعني واحد هنا واثنين هناك، من واحد لاثنين، وتحط ثلاثه في النص عشان هو عايز من واحد لاثنين. طيب نشوف بقى، من واحد لاثنين في مقاومه 12، ومن واحد لاثنين في كمان مقاومه 12، يبقى دول توازي. ومن واحد لاثنين في واحد لسته اهي كمان، يبقى نحط من واحد لاثنين 12 و12 و6 اهو، من واحد لاثنين، من واحد لاثنين 12 اوم، وكمان 12 اوم، وكمان 6 اوم. طب انا خدت دول كده، خدت دي ودي ودي. عندي بقى من 1 ل 3 في 12، ومن 1 ل 3 في 4، ومن 2 ل 3 في 3، يبقى انا عندي من 2 ل 3 في 3 اوم. ومن 1 ل 3 بقى يفضل يكون معاك قلم رصاص وتشطب، يعني خدنا دي وخدنا دي وخدنا دي وخدنا من 2 ل 3. عندي من 1 ل 3 في 12 وفي 4، يبقى نرسم كده من 1 ل 3 في 12 وفي 4، هنا 12 اوم وهنا 4. الفرع ده كده ايه؟ توازي، يبقى 12 في 4 على 12 زائد 4، 12 في 4 على 12 زائد 4 16، يديني 3، يبقى الفرع ده كده 3 اوم. 3 اوم مع 3 6، يبقى الفرع ده كله كده 6، 6 مع 6 يبقى 3، يبقى نشيل الاثنين دول ده وده ونحط كام؟ 3، هيبقى عندنا فرع 3. و12 و12 هنشيلهم ونحط مكانهم 6، يبقى عندي من 1 ل 2 في 3 اوم، وفي كام؟ 6 اوم توازي. يبقى ار داش بكام؟ 3 في 6 على 3 زائد 6 يطلع لي 2 اوم. يعني ممكن نشيل المقاومه دي من 1 ل 2 ونحط مكان، او من A ل B نحط مقاومه واحده مقدارها كام؟ 2 اوم. السؤال رقم 3 برضه نفس الكلام، في سلك فاضي، يبقى نستخدم طريقة النقاط. طبعا انت لو بصيت للمسألة دي ممكن تفتكرها توازي، لا ده التلاتة دول هيطلعوا توازي دلوقتي. هنحط هنا واحد، ده سلك فاضي،
يبقى الجهد هنا ما اتغيرش، نفس الجهد، عشان كده ياخد نفس القيمه. عديت على مقاومه سواء كده او كده، يبقى الجهد هنا كام؟ 2. واحد يقول لي طب ما انا عديت على مقاومه تبقى 3. لا، ناخد اقل رقم. يعني لو كتبت 3 3 وهنا هتلاقي هنا 2 و3، يعني الجهد واحد. اكتب بقى هنا 3 ولا هنا 2؟ لا، نكتب هنا 2، يعني ناخد اقل رقم. يبقى انا عندي كام نقطه؟ 1 و2 بس. نحط هنا نقطتين، السؤال رقم 3 اهو، نحط نقطتين 1 و2. عندي من 1 ل 2 في 8، من 1 ل 2 في 4، من 1 ل 2 في 8. يبقى في مقاومة 8، وفي مقاومة 8، وفي كمان مقاومة 4 أوم. 8 مع 8 دول كده 4 أوم، يبقى هنشيلهم ونحط مكانهم مقاومة واحدة 4 أوم. وفي مقاومة تحت 4 أوم، يبقى المقاومة المكافئة كام؟ 4 على 2 في 2، يبقى ار داش للدايرة دي كلها أو للمقاومات دي كام؟ 2 أوم. عندي السؤال رقم 21، احسب المقاومة المكافئة لكل دائرة في حالة فتح وغلق المفتاح. طيب المفتاح لو مفتوح يبقى الفرع ده كده كأنه مش موجود، يبقى هنا عندي 6 و6 12، يبقى الفرع ده 12 مع 6 توازي، يبقى 12 في 6 على 12 زائد 6، 12 في 6 على 12 زائد 6 هيطلع لي 4، ده لو المفتاح مفتوح. طب لو المفتاح مقفول، يبقى كده الفرع ده دخل معانا، يبقى 12 و12 يبقوا كده الفرعين دول 12 على 2 فيها 6، يبقى من هنا كده 6، 6 مع 6 توازي، يبقى 6 على 2 فيها 3. نيجي هنا المفتاح لو مفتوح يبقى شكرا، كل دول مفيش طيار هيمر. طب ما واحد يقول لي يا مستر ما ممكن الطيار يمر كده 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 وكده او كده كده وكده، اقول لك لا، ليه؟ لان الجهد هنا زي هنا زي هنا، او بمعنى اصح ده سلك فاضي، ايه اللي دخلنا انا في المطبات دي؟ يبقى هنمشي كده على طول. يبقى ده كله مش موجود، ده لو المفتاح مفتوح. يبقى هنا 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 ب 20 اوم. طب لو المفتاح مغلق هيبقى الثلاث دول توازي، الثلاث دول بقى ايه؟ توازي. واحد يقول لي طب ما يا مستر ما الطيار هيمشي كده، ما هيلاقي مقاومه، يبقى لازم يتوزع في المقاومات دي، تمام؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 30 مع 30، يبقى 30 على 2 او 30 و30 و30، يبقى 30 على 3، يبقى المقاومه المكافئه دول كام؟ 10. وادي 5 و5 10. الفرع ده مع الفرع ده توازي، بدايتهم هنا واحد واخرهم هنا، يعني الفرع ده كده هنشيله نحط 10 هنا كده، صح؟ يبقى بدايته هنا واخره هنا، وده بدايته هنا واخره هنا، يبقى 10 مع 10 توازي، يبقى الجزء ده كله كام؟ 10 على 2 فيها 5، يبقى الجزء كله كده 5، يبقى 5 زائد 5 زائد 5 دي كام؟ 15 اوم. نيجي هنا المفتاح مفتوح، يبقى التيار هيمشي كده كده وكده وهنا وهنا، يعني يمشي في الفرعين، هيبقى 4 على 2 ب 2 اوم. طب لو المفتاح مغلق يبقى التيار هنا واحد واحد او واحد 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 واحد، يبقى التيار يمشي كده 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 كده، يبقى صفر، المقاومه صفر، يبقى مش هيمر في المقاومات، لان هيمشي اسهل طريق، هيمشي كده سلك فاضي اهو او سلك عديم المقاومه، هيمشي كده ويخرج منها. نيجي هنا لو المفتاح مفتوح يبقى الفرع ده كده توالي مع بعض، يبقى 3 و3 6، 6 الفرع ده 6 توالي، وال6 ده اللي هو الفرع ده مع ده توازي، يبقى المقاومه المكافئه 2 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع لي 2 اوم لحد هنا، وده كمان 2 اوم، يبقى 2 زائد 2 ب 4 اوم. طب لو المفتاح هنا بقى مغلق، خد بالك بقى من حاجه، التيار هيخش من هنا كده صح؟ هيلاقي هنا 3، يعني هيمر هنا وهنا صح؟ يعني الجهد هنا بيساوي الجهد هنا، يبقى مفيش تيار هيمر في المقاومه دي، مفيش تيار هيمر فين؟ في المقاومه، يبقى نشيل المقاومه دي، 3 اوم دي نشيل كانها مش موجوده. يبقى الفرع التيار هيمشي كده من هنا لهنا 3 اوم، وادي 3 اوم هنا، وادي 3 اوم دي، و3 اوم دي. برضه نفس الكلام، مش الجهد هنا، يعني لو تسلمت طفل النقاط هنا واحد صح؟ هنا تبقى 2 وهنا برضه 2، طب ليه؟ لان التيار هنا المقاومه دي بتساوي المقاومه دي، يعني الجهد اللي هيحصل يعني هنا مثلا لو 100 فولت ناقص هنا بقى 80 فولت مثلا، طب ما هنا نفس المقاومه يبقى هنا نفس المقدار، يبقى هنا 80 و80، يبقى فرق الجهد في المقاومه دي كام؟ صفر. طيب ما هو 80 هنا هيوصل برضه هنا 80، يبقى فرق الجهد برضه بين المقاومه دي كام؟ صفر. يبقى نشيل المقاومتين دول دي ودي كانهم مش موجودين، هيبقى عندي فرع فوق 3 زائد 3 ب 6، وفرع تحت 3 زائد 3 6، يبقى 6 مع 6 توازي، يبقى 6 على 2 فيها كام؟ 3 اوم، تمام؟ السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي في حاله المفتاح مفتوح يبقى دي 15 و15 30، تمام؟ 30 مع 15 توازي هيطلع ب 10، يبقى الثلاثه دول كده مع بعض نشيل من هنا نحط كام؟ 10، نحسبها برده
15 في 30، 15 في 30 على 45 يطلع ب 10. 10 مع 5 اهو، ما ده كده نشيل ده كله نحط هنا 10 لحد هنا، 10 زائد 5 15، يبقى الفرع اللي فوق ده كده كام؟ 15 مع 15 توازي بيديني كام؟ 7.5 اوم، اللي هي 15 على 2. طب لو المفتاح هنا بقى مغلق، نستخدم طريقة النقاط، هنا واحد عديت على المقاومة بقى، دي 2 ودي 2 ودي 2، يبقى ده كله نقطتين من 1 ل 2، ادي 1 وادي 2. من 1 ل 2 في كام؟ 15. من 1 ل 2 الفرع ده 30، 15 زائد 15 اللي هو الفرع ده اهو، نشطب عليه كده. ومن 1 ل 2 في 15 تاني، ومن 2 ل 2 الفرع ده كده ملغي خلاص، الجهد عند اوله زي يعني، دي كانها مش موجوده. تمام، يبقى عندي 15 و15، يبقى الاثنين دول نشيلهم نحط مكانهم 7.5. 7.5 توازي مع ال 30، يبقى 7.5 في 30 على 7.5 زائد 30، 7.5 في 30 على 7.5 زائد 30 هيطلع لي 6.5. يبقى المقاومه في الحاله الثانيه دي 6.5. نيجي هنا المفتاح مفتوح، يبقى التيار يخش كده ويمشي هنا كده وهنا، يمشي كده اسف، يمشي كده ويجي هنا، مش هيخش بقى هنا لان الجهد واحد، يبقى يمشي الفرع ده كده بس مش هيخش هنا لان ده مفتوح. واحد يقول لي مستر هيجي يخش، ما هي الجهد هنا يعني، الجهد هنا ما فيش فرق في الجهد يعني، هيمشي هنا ويرجع نفس الجهد لان النقطه دي واحده، يبقى مش هيخش الفرع ده اصلا. يبقى 10 زائد 5 زائد 10 يبقى كام؟ 25. طب المفتاح ده مغلق، هنشوف بقى، دي 10 و10 توازي، يبقى ده الفرع ده كده كده 5، يبقى من هنا لهنا في 5 وبرده من هنا لهنا في 5، يبقى دول توازي مع بعض، يبقى 5 على 2 فيها 2.5، يبقى من هنا كده في مقاومه واحده 2.5، 2.5 زائد 2.5 5، يبقى الفرع ده كده كام؟ 5، 5 مع 5 توازي، يبقى الفرعين دول نشيل ده كل ده ونحط هنا 2.5، يبقى 10 زائد 2.5 زائد 10 يديني 22.5. السؤال رقم 22، اوجد قيم شدة التيار المجهولة في كل من الدوائر الكهربية الآتية. هو هنا عايز قيم شدة التيار المجهولة، طبعا اي واحد مجهولة واي اتنين مجهولة. التيار هنا 12 امبير، هتوزع اي واحد زائد اي اتنين، يبقى اول معادلة، طبعا هنعمل معادلتين طالما في عندي اتنين مجاهيل يبقى نعمل معادلتين، لو تلات مجاهيل يبقى نعمل تلات معادلات وهكذا. 12 بتساوي اي واحد زائد اي اتنين، او اي واحد زائد اي 2 بتساوي 12. طيب دي اول معادله. مش احنا عندنا في في الفرع ده بتساوي في في الفرع ده، يبقى دي 2 زائد 2 4، يبقى 4 اي واحد بتساوي 2 اي 2. 4 دي المعادله الثانيه، 4 اي واحد بتساوي 2 اي 2. نختصر 2 في 2 يبقى اي 2 بتساوي 2 اي واحد، دي المعادله الثانيه. نعوض هنا، نشيل اي 2 ونحط مكانها 2 اي 1، يبقى 12 بتساوي اي 1 زائد 2 اي 1 بتساوي 3 اي 1، يبقى اي 1 بتساوي كام؟ 12 على 3 فيها 4 امبير. طب اي 2 بتساوي كام؟ نعوض هنا بقى، اي 1 تلعب بكام؟ ب 4، يبقى اي 2 بتساوي 12 ناقص 4 يديني 8 امبير. 4 و8. نيجي هنا عايز التيار اي 1، طب ما اي 1 دي عندي الفي دي وعندي ار داش وعايز اي 2، خد بالك وانا ملاحظ ان المقاومه هنا 4 اوم وهنا 4 اوم، يعني لو جبت اي واحد يبقى اي 2 بتساوي نص اي واحد. طب نجيب اي واحد ازاي؟ دول 4 و4 توازي، يبقى المقاومه هنا كام؟ 2 اوم. 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، يبقى ار داش بكام؟ 6. ار داش في المجموعه دي ار داش بتساوي 6 اوم. طيب اي بتساوي ايه؟ مش اي بتساوي في بي، دي طبعا اللي احنا بنحسبها دي اي واحد اللي هو التيار الكلي، اي واحد هو ده التيار الكلي، بتساوي في بي على ار داش. دي بي ب 24، 24 على 6 يديني كام؟ 4، 4 في 6 24، 4 امبير. يبقى اي واحد 4 امبير، هيجي هنا هيتفرع، دي 4 اوم ودي 4 اوم يعني قد بعض، يبقى التيار هيتوزع بالتساوي نصه هنا ونصه هنا، يبقى 4 على 2 يديني 2 امبير، يبقى 2 ب 2 امبير. السؤال رقم 3 بيقول لي ده 12 امبير هيتوزع على اي 1 واي 2 ولسه في اي 3 واي 6 واي 4، يبقى اي 1 زائد اي 2 بيساوي كام؟ 12. يبقى دي اول معادله. ده السؤال رقم 4 صفحه 45، اسف رقم 3
سبعة خمسة وأربعين، يبقى أي واحد زائد أي اتنين بتساوي 12 أمبير. هنجيب بقى هنا عندي المقاومة والمكافأة الاتنين دول 3 في 6 زائد على 3 زائد 6 يديني 2 أوم، يبقى الفرع ده المقاومة هنا 2 أوم، 2 و 4 6، يبقى الفرع ده 6 والفرع ده كمان 6، تمام؟ يبقى التيار هيتجزأ بالتساوي، يبقى 12 على 2 فيها 6، يبقى 6 أمبير هنا و 6 أمبير هنا، يبقى أي واحد بتساوي 6 أمبير. وأي 2 بتساوي 6 أمبير برضه. طيب نيجي بقى ال 6 امبير دول هيتوزعوا هنا في اي 3 واي 4، يبقى اي 3 زائد اي 4، اي 3 زائد اي 4 يديني 6 امبير. طيب انا عندي لسه قايلين ان الفرع ده ال في هنا بتساوي في هنا، ال في بتساوي ايه؟ اي في ار، يبقى 6 في اي 3 بتساوي 3 اي 4، يبقى 6 اي 3 بتساوي 3 اي 4 على 3، فيبقى 2 اي 3 بتساوي اي 4. نعوض هنا، هنشيل اي 4 ونحط مكانها 2 اي 3، يبقى نحط 2 اي 3، 2 اي 3 واي 3، يبقى 3 اي 3 بتساوي 6، يبقى اي 3 بتساوي 6 على 3 فيها 2 امبير، يبقى اي 4 بيساوي كام؟ هنعوض هنا، انا جبت اي 3 ب 2، يبقى اي 4 بيساوي 6 ناقص 2 ب 4 امبير. السؤال اللي بعده، هنا عايز اي 1 واي 2. كاتب لي هنا دي ار وهنا 2 امبير، طب ما دي ار يبقى التيار هنا برضو 2 امبير، يبقى التيار هنا كام؟ 2 امبير، يبقى التيار هنا كام؟ 4 امبير، ما هو 4 ده 2 و2 يبقى 4 امبير، التيار ماشي هنا 4 امبير، مش في هنا بتساوي في هنا؟ دي ار وار توازي، يبقى المقاومه والمكافاه ار على 2 يعني نص ار، نص ار ونص ار، يبقى الفرق ده كده ار، وهنا 4 ار، يبقى هنا 4 في ار مع نص ار ونص ار بار، يعني 4 ار ده سؤال رقم 4، يبقى هنا 4 ار بتساوي اي 1 في 4 ار، يبقى بتساوي 4 اي 1 ار، ار هتروح مع ار، يبقى اي 1 بتساوي كام؟ 4 على 4 فيها 1 امبير، يبقى التيار هنا كام؟ 1 امبير، والتيار هنا كام؟ 4، يبقى 4 زائد 1 يبقى اي 2 بكام؟ ب 5 امبير. هنا عندي في في بي ب 3 فولت، اي 1 اهي. عندي المقاومات كلها، يبقى اقدر اجيب اي 1. المقاومه دي 12 ودي 4، يبقى 12 في 4 على 12 زائد 4 تطلع ب 3. 12 في 4 على 12 زائد 4 هيطلع لي 3 اوم، يبقى الفرع ده كده 3. وهنا 4 و2 6، يبقى 3 مع 6 توازي. يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع لي 2 اوم، يبقى المقاومه والمكافاه للمجموعه دي 2 اوم. يبقى اي 1 بتساوي ايه؟ في بي اللي هو 3 على 2 يديني 1.5، يبقى التيار بكام؟ ب 1.5، ده اي 1. طب اي 2 1.5 هيتجزأ، الفرع ده قلنا 3 والفرع ده 6. يعني نرسمها كده بس انت عشان تتخيلوا. ادي البطاريه. الفرع ده قلنا 3 وده 6، 3 اوم وهنا 6 اوم، ده التيار اللي ماشي هنا كام؟ حسبناه 1.5 امبير. ال 1.5 التيار اللي مر هنا كام؟ 1، ده اي 1 وده اي 2. نعمل معادلتين، دي طريقه وفي طريقه سهله، ممكن نجيب اي 1 بتساوي، هنعمل طبعا النسب، يعني في طريقه اسمها طريقه النسب، يعني اي واحد ده بيساوي ايه؟ اي واحد ده بتساوي ادي التيار الاصلي اللي هو 1.5 في دي زائد دي بكام؟ ب 9. انا عايز التيار هنا يبقى نخبي دي، يبقى 6 على 9 ده اي واحد، واي 2 حبيت اجيب اي 2 اللي هو التيار اللي ماشي هنا برده نفس الكلام، 1.5 هيمر قد ايه من 1.5؟ هنا 9 يبقى 3 التلت، يعني 3 على 9 يعني تمام؟ يبقى نحسب دي تلت تلتين 1.5، 2 في 1.5 3، 3 على 3 يديني كام؟ 1، 1 امبير، وده هتبقى نص امبير. يبقى التيار اللي يمر هنا كام؟ ب 1 امبير، ده 1 امبير، هتتوزع في المقاومتين دول، انا عايز اي 2 نفس الكلام، هنفترض ان ده مثلا اي 3 وده اي 2، او خليها مثلا اي 4، اي 4 واي 2.
التيار ماشي هنا كام؟ 1 امبير. يبقى 1 بتساوي اي 4 زائد اي 2 اللي احنا عايزينها. 12 اي 4 بتساوي 4 اي 2. مش قلنا في في الفرع ده بتساوي في الفرع ده؟ يبقى 12 في اي 4 12 اي 4 بتساوي 4 اي 2. نختصر يبقى دي 3. يبقى اي 2 بتساوي 3 اي 4، او اي 4 بتساوي تلت اي 2، اي 2 على 3 عشان نعوض هنا ونجيب اي 2 على طول. يبقى نشيل 4 اي 4 ونحط مكانها كام؟ اي 2 على 3 زائد اي 2، يبقى 4 على 3 اي 2. يبقى 1 بتساوي 4 على 3 اي 2. يبقى اي 2 بتساوي 3 على 4، تمام؟ بتساوي 75% امبير. 75% ايه؟ امبير. السؤال رقم 6 بيقول عايزين طبعا التيارات اي 1 واي 2 واي 3. هو مدين التيار ده 1 امبير. طب ما انا عندي التيار ده، عندي التيار هنا 1 امبير، وعندي المقاومه 6 اوم. مش فيه هنا بتساوي فيه هنا؟ يبقى 1 في 6 بتساوي اي 1 في 9. نجيب هنا اهو. يبقى عندي السؤال رقم 6، 1 في 6 اللي هو فرق الجهد على المقاومه دي بتساوي اي 1 في 9. اي 1 في 9 يبقى اي 1 بتساوي 6 على 9 على 3 في 2 على 3 في 3، 2 على 3 يعني 0 علامه 6 7 من 100 67 من 100 امبير اللي هي 2 على 3. اي 2 بيساوي ايه؟ اي 2 بيساوي التيار اللي جاي من هنا زائد التيار اللي جاي من هنا. ده قلنا 1 2 على 3 او 67 من 100 امبير زائد 1 يبقى 1 و67 من 100 امبير. يعني اي 2 بتساوي هتبقى 1 و67 مية امبير، او ممكن نكتبها لو حبينا نكتبها في صوره فراكشن هيبقى 5 على 3 امبير. ده كده اي 2. اي 3 نفس الطريقه. اي 3 انا عندي التيار هنا والتيار هنا والمقاومه هنا والمقاومه هنا. ممكن برضو 1 في 6 بتساوي اي 3 في 18. 1 في 6 ب 6 بتساوي اي 3 في 18. يبقى اي 3 بتساوي 6 على 18 ادينا 1 على 3 اللي هي 0 علامه 33 من 100 امبير. عايز اي 4. اي 4 بتساوي اي 2 زائد اي 3. اي 4 بتساوي اي 2 اللي احنا جبناه 5 على 3 زائد 1 على 3. ناخد 3 عامل مشترك، 1 زائد 5 ب 6. 6 على 3 فيها 2 امبير. 2 امبير. السؤال رقم 23 بيقول لي دائرة كهربية مكونة من 3 مقاومات 20 30 60 متصلة معا على التوازي مع بطارية قوات الدفاع الكهربية 12 فولت. ممكن نرسمها كده علشان نتخيل. 23 عندي 3 مقاومات اهو، متوصلين مع بطارية على التوازي 21 اوم 30 اوم و60 اوم والبطارية 12 فولت. اوجد المقاومة الكلية المكافئة. سهل، ار داش بتساوي 1 على ار داش بتساوي 1 على 20 زائد 1 على 30 زائد 1 على 60، وبعد ما تجيبها تجيب المقلوب بتاعها. 1 على 20 زائد 1 على 30 زائد 1 على 60 هيطلع لي 1 على 10. يعني ار داش بتساوي المقلوب ب 10 على 1 يعني ب 10. ار داش بتساوي كام؟ 10 اوم. شد التيار الكلي. التيار الكلي اللي هو اي مين، مين كارنت يعني. التيار الكلي بيساوي في بي على ار داش. في بي بكام؟ ب 12 على ار داش جبناه بكام؟ ب 10. اديني 1 و2 من 10 امبير. عايز فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه. فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه بيساوي 12. ما هو الفرق الجهد هنا من هنا لحد هنا 12، يبقى هنا 12 فولت 12 فولت 12 فولت، يبقى في بتساوي 12 فولت. شد التيار المر في كل مقاومه. عايز التيار اللي بيمر هنا والتيار اللي هنا والتيار اللي بيمر هنا. احنا قلنا في طريقه اي اللي بتمر في 20 اوم، اي 20 اوم اهي بتساوي التيار الاصلي كام؟ 1 و2 من 10 في
هنعمل نسبة بقى اللي تحت دوت، او ممكن نجيبها بطريقة تانية. ممكن نجيب هنا انا عندي في بين كل مقاومة، صح؟ مش الفي بتساوي اي ار، يبقى في بتساوي اي ار. يبقى في هنا في المقاومة دي 20 اوم بتساوي ايه؟ او احنا عايزين نجيب اي، اي في ال 20، اي 20 اوم يعني، بتساوي في اللي هو 12 على ار على 20، بتساوي اتناشر على عشرين هيطلع لي واحد. اتناشر على عشرين يطلع لي، اسف، اتناشر على عشرين هيطلع لي تلاتة، يعني ستة من عشرة. يبقى اي في العشرين اوم بتساوي 6 من 10 امبير. هنجيب اي في التلاتين، اي في التلاتين اوم بتساوي في بي اللي هو 12، او الفرق الجهد يعني بين طرفيها، على ار اللي هي 30. 12 على 30، 12 على 30 يطلع لي 2 من 5، يعني 4 من 10، 4 من 10 امبير. هنجيب اي اللي بيمر فيه المقاومه 60 اوم بتساوي 12 اللي هو فرق الجهد بين طرفيها على 60. يبقى اي 60 اوم بتساوي 12 على 60 هيطلع لي 5، يعني 2 من 10، 2 من 10 امبير. 6 و4 و2. سلكان لهما نفس الطول ومن نفس المادة، مساحة مقطع الأول ضعف مساحة مقطع الثاني، وصلا معا على التوازي في دائرة كهربية، وعند غلق الدائرة كانت شدة التيار المار في الدائرة 3 أمبير. احسب شدة التيار المار في كل منهما. السؤال رقم 24 بيقول لي معاك سلكين، ادي السلك الاولاني وادي السلك الثاني، الطول بتاعهم واحد، تمام؟ وهنا في 3 امبير داخل دي، ال واحد بتساوي ال اتنين، ونفس الماده يعني رو واحد رو اي بتساوي رو اي، لكن بيقول لي مساحه مقطع الاول ضعف مساحه مقطع الثاني، مساحه مقطع الاول بتساوي ضعف مساحه مقطع الثاني. وصلنا معانا على التوازي، وعند غلق الدائرة كان شد التيار المار في الدائرة 3 أمبير. احسب، عايز التيار المار هنا اي واحد وعايز اي اتنين. طيب احنا نجيب ار واحد لار اتنين، ار واحد على ار اتنين، ار واحد اللي هو رو اي ال واحد على اي واحد، في رو اي ال اتنين على اي اتنين، رو اي تروح مع رو اي وال مع ال. هنشيل بقى ايه واحد، ادي ايه اتنين زي ما هي، نحط تحت ايه واحد بتساوي ايه، اتنين 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 ايه اتنين، يروحوا مع بعض بقى في الاخر واحد على اتنين. يبقى ار واحد، ار اتنين بتساوي اتنين ار واحد، ار اتنين بتساوي اتنين ار واحد، تمام؟ يعني افترض ان دي ار، دي هتبقى اتنين ار، يعني نفترض ان ار اتنين دي ار، يبقى دي اتنين ار. طيب التيار داخل هنا 3 امبير، هنا دي ار ودي 2 ار، يعني هيمر هنا تلت وهنا التلتين، تمام؟ تلت التيار وهنا تلتين التيار. بنجيبها ازاي؟ التيار اللي هو اي واحد، اي واحد اهو بتساوي ادي التيار الكلي 3 امبير، تمام؟ 3 امبير في نسبه المقاومات 2 ار وار، يبقى 3 ار. احنا عايزين التيار يمر هنا، نخبي دي، يبقى ار على 3 ار، ار هتروح مع ار، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى التيار اللي هو اي واحد بكام؟ بتساوي 1 امبير. طيب اي 2 ادي التيار الاصلي والنسبه اللي بتخشوا قد ايه؟ مجموعهم يبقى 3 ار. انا عايزين اي 2 اللي بيمر هنا نخبي دي، يبقى 2 ار على 3 ار، ار هتروح مع ار، 3 تروح مع 3 تبقى كام؟ 2 امبير. يبقى اي 2 ب 2 امبير. سلك اي بي يمر به تيار كهربي شدته 3 ملي امبير، وصل معه على التوازي سلك اخر من نفس الماده وله نفس الطول وقطره 3 امثال قطر الاول. احسب شده التيار اللازم امراره حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي ثابتا. طيب تعال نرسم كده. السؤال رقم 25 بيقول لي سلك اهو اي بي يمر به تيار 3 ملي امبير، 3
في 10 أس سالب 3 أمبير. وصل معه على التوازي سلك آخر. ادي السلك التاني على التوازي من نفس المادة، يعني رو اي بتساوي رو اي ولها نفس الطول، يعني ال واحد بتساوي ال اتنين، ولكن وله نفس الطول وقطره ثلاثة أمثال، يعني نصف قطره، يعني ما هي قطره لما يساوي اتنين الطرفين يديني نصف قطره، يبقى نصف قطره ثلاثة أمثال، يعني ده السلك التاني، يعني ار اتنين بتساوي ثلاث أمثال ار واحد. تمام. احسب شدة التيار اللازم امراره حتى يظل فرق الجهد بين طرفين A و B ثابت. الفرق الجهد ثابت، يعني V before بتساوي V after. هنا فرق الجهد قبل ما نحط السلك ده هتبقى 3 في 10 أس سالب 3 في R، R واحد، يبقى 3 في 10 أس سالب 3 في R واحد. تمام. اللي هي ار الاب بتساوي طبعا التيار، لو احنا نجيب التيار الكلي بقى احنا عايزين نحسب التيار الكلي، يبقى اي اللي احنا عايزين نحسبه في ار داش للاثنين، ده بيساوي ده. طيب 3 في 10 سالب يبقى ار واحد. هنجيب بقى علاقه ار واحد بار 2 عشان نعرفهم قد ايه من بعض. ار واحد على ار 2 بتساوي رو اي ال واحد على ايه واحد، نخليها باي ار واحد تربيع في رو اي ال 2 على باي ار 2، هنشيلها بقى نحط مكانها 3، يبقى 9 ار 1 تربيع، ما هي هنشيلها تبقى 3 ار 1 الكل تربيع، يبقى 9 ار 1 تربيع، دي دول هيروحوا مع بعض، وهو قال لي ال بتساوي ال ورو اي بتساوي رو اي، هتبقى فوق ايه 9 9 وتحت 1، يبقى ار 1 بتساوي 9 ار 2، ار 1 بتساوي 9 ار 2. تمام. طيب ار داش هنا بتساوي ايه؟ دي ار واحد هنسميها ار مثلا، ودي 9 ار، يبقى ار داش بتساوي في المجموعه دي ار داش بتساوي ار في 9 ار، ار في 9 ار على ار زي 9 ار ب 10 ار، ار هتروح مع ار هتبقى 9 ار على 10، 9 ار على 10. نعوض بقى في المعادله دي، المعادله دي 3 في 10 أس سالب 3 في R بتساوي I اللي احنا عايزينه اللي هو التيار الكلي اللي هيخش للمقاومتين في R داش 9 R على 10، R هتروح مع R، يبقى I بتساوي كام؟ 10 في 3 10 في 3 في 10 أس سالب 3 على 9، يطلع كام بقى؟ 10 في 3 في 10 أس سالب 3 على 9، هيطلع لي 1 على 300، يعني 3 من 1000. 3 من ايه؟ 10 في 3 في 10 أس سالب 3 على 9، 3 من 1000، يبقى I بتساوي 3 من 1000 أمبير. السؤال رقم 26 بيقول لي مرة تيار كهربي شدته 8 ملي أمبير في سلك معدني رفيع، وعندما وصل معه سلك على التوازي وصل معه على التوازي سلك اخر له نفس الطول ومن نفس المعدن، لازم زياده شده التيار في الدائره الى 10 ملي امبير. يبقى انا كان عندي سلك كده اهو كان بيمر فيه 8 ملي امبير مقاومته مثلا ار واحد، وصلنا معاه سلك تاني لنفس الطول يعني ال 2 بيساوي ال 1 ونفس الماده رو اي بيساوي رو اي، لازم زيادة التيار يعني التيار هنا خليناه بقى 10 ملي امبير حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك ثابت، يعني V هنا بتساوي V هنا، يبقى V before بتساوي V after. المطلوب احسب النسبة بين نصفي قطري السلكين، يعني عايز R1 على R2 بكام؟
طيب في بي 4 بيساوي ايه؟ اي في ار، يبقى 8 ملي امبير. 8 في 10 اس سالب 3 في ار 1 بتساوي في افتر اللي هو اي اللي هو المين كارنت، دي ار 1 دي ار 2، يبقى بتساوي 10 في 10 اس سالب 3 ده اي، في ار داش اللي هي ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2، ار 1 هتروح مع ار 1 و10 سالب 3 هتروح مع 10 سالب 3، يبقى هنا 8 على 10 ب 8 من 10 بتساوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2، طرفين في وسطين، يبقى 8 من 10 في ار 1 زائد 8 من 10 في ار 2، يبقى 8 من 10 ار 1 زائد 8 من 10 ار 2 بتساوي ار 2، نودي الناحيه الثانيه بالسالب، يبقى 8 من 10 ار 1 بتساوي 1 ناقص 8 من 10 اديني 2 من 10 ار 2، يبقى ار 2 على ار 1 بتساوي كام؟ ار 2 على ار 1 بتساوي 8 من 10 على 2، 8 من 10 على 2 من 10 اديني 4، تمام؟ دي كده النسبه بين ار 1 وار 2. نرجع هنا بقى هنجيب ار داش، هي مش ار 1 على ار 2، نعوض بقى ار 1 او ار 2 اهي على ار 1، بتساوي ار 2 بتساوي رو اي ال 2 على اي 2 في رو اي ال 1 على اي 1، بتساوي رو اي هتروح مع رو اي عشان هو نفس النوع، وال 1 هتروح مع ال 2، هتبقى اي 1 على 2، مش اي 1 دي باي ار 1 تربيع على باي ار 2 تربيع، باي هتروح مع باي، يبقى ار 1 تربيع على ار 2 تربيع بتساوي ار 2 على ار 1، واحنا لسه جايبين النسبه بينهم، يبقى ار 1 تربيع على ار 2 تربيع بتساوي ار 2 على ار 1 بتساوي 4، 4 يبقى جذر التربيع هنا وجذر التربيع هنا، يبقى ار 1 على ار 2 بتساوي جذر التربيع ال 4 ب 2 على 1، تطلع ب 2 على 1. السؤال رقم 27 بيقول لي اذا كانت قراءه الاميتر في الدائره المقابله 2 امبير، قراءه الاميتر هنا ده 2 امبير، احسب شده التيار المر في الدائره. طيب هنجيب التيار اللي بيمر هنا، مش ده 2 امبير؟ مش انا في مش المقاومتين دول توازي؟ اللي هي 3 اوم و6 اوم توازي، يعني اي ار هنا بتساوي اي ار هنا، يبقى 3 في 2 بتساوي 6 في اي اللي هو بيمر هنا يعني. السؤال رقم 27 يبقى 6 في 2 بتساوي 6 في اي، اي بتساوي طبعا 2 في 6 على 6 يديني 2 امبير، يبقى التيار اللي بيمر هنا كمان 2 امبير، يبقى هنا 2 امبير وهنا 2 امبير، يبقى التيار الاصلي كام؟ 4 امبير، يبقى التيار الاصلي 4 امبير، ده اسف ده 2 في 3، دي 2 في 3، 2 في 3 و 6، يبقى 2 في 3 ب 6، 6 على 6 فيها 1 امبير، 1 امبير، يبقى التيار اللي بيمر هنا 1 امبير، ده 2 1، يبقى التيار اللي هنا كام؟ بيساوي ده زائد ده، 2 زائد 1 ب 3، يبقى 3 امبير. عايز قيمة المقاومة ار، هنجيب ار داش بقى، ار داش، ار داش بتساوي ايه؟ في بي على اي، في بي بكام؟ ب 12، على اي بكام؟ ب 3، اديني 4 اوم، يبقى مقاومة الدائرة دي كلها 4 اوم، طب مقاومة الدائرة بتساوي ايه؟ مش دول توازي؟ يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 ب 2، هتطلع بكام؟ ب 2، يبقى المقاومة بتبقى عبارة عن ار زائد 2، يبقى ار داش دي بتساوي ار زائد 2. يبقى ار بتساوي ار داش جبناها بكام؟ 4 ناقص 2 اديني 2 اوم، يبقى مقاومة الدائرة كام؟ 2 اوم. السؤال رقم 28 بيقول لي من الشكل المقابل اوجد قراءة الاميتر في حالة فتح المفتاح كي وفي حالة غلق المفتاح كي، عايز قراءة. طيب في حالة فتح المفتاح كي هيبقى الجزء ده مش موجود، هيبقى قراءة الاميتر بتساوي اي بتساوي في بي لان ده المين كارنت، التيار اللي خارج من البطاريه هو اللي بيمر في حاله فتح المفتاح، هتبقى اي التيار هيخرج من البطاريه يمشي في 10 بعد كده في 30 ويرجع تاني، يبقى ار داش بتساوي 10 زائد 30 ب 40، يبقى اي بتساوي في بي اللي هو 12 على 40، يبقى اي بتساوي في بي على ار داش للدايره كلها اللي هو 12 على 10 زائد 30، 12 على 40، 12 على 40 هيطلع لي 3 من 10 امبير، يبقى التيار في الحاله دي كام؟ 3 من 10، ده في حاله
فتح المفتاح. في حالة غلق المفتاح التيار هيتجزأ هنا وهنا في ال 20 و 30. يبقى هنجيب اولا الار داش، بقى الار داش هيتغير، هتبقى دول توازي مع بعض. ار داش ليهم 20 في 30 على 20 زائد 30، يبقى ار داش الكليه بقى للدايره هتبقى 10 زائد 20 في 30 على 20 زائد 30 ب 50، يبقى 10 زائد 20 في 30 على 20 زائد 30 50، يطلع لي 22 اوم. دي ار داش الكليه، يبقى ار داش قلت، يبقى التيار اللي خارج هيزيد. ده اي اللي هو المين كارنت اللي خارج من البطاريه، بتساوي في بي على ار داش. في بي ب 12 على 22، 12 على 22 هيطلع لي 54 او 55%، 55% امبير. ال 55% امبير دول جزء منهم هيمشي في المقاومه 20 وجزء في المقاومه 30. هنفترض ان ده اي 1 وده اي 2، يعني ده اي 1 وده اي 2، يبقى 55% امبير بتساوي اي 1 زائد اي 2. دي اول معادله. طيب المعادله الثانيه، مش احنا قلنا في هنا بتساوي في هنا، يبقى 20 اي 1 بتساوي 30 اي 2، 20 اي 1 بتساوي 30 اي 2، يبقى اي 1 بتساوي 1.5 اي 2. دي المعادله الثانيه. نعوض من المعادله الثانيه في المعادله الاولى، هنشيل اي 1 ونحط مكانها، خد بالك احنا عايزين اي 2، يعني احنا هنا عايزين، احنا فرضنا ده اي 2، يبقى احنا عايزين اي 2، فنعوض باي 1 ونحطها في المعادله دي، يبقى الصفر علامه 5 5 بتساوي اي 1 ب1.5 زائد 1، يبقى 2.5 على طول، 2.5 اي 2، يبقى اي 2 بتساوي صفر علامة 5 5 على 2.5. هيطلع لي بربع 25%. اسف، هيطلع لي صفر علامة 2.16 او 2.2، صفر علامة 2.16 اللي هي تقريبا 22% امبير، 22% امبير. السؤال رقم 29 بيقول في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل عند دايرة ايه؟ إذا كان شدة التيار المار خلال المقاومة 20 أوم، أدي المقاومة 20 أوم، لا تتغير سواء كان المفتاحين كي 1 وكي 2 مغلقين معا، يعني لو الاثنين مغلقين معا أو مفتوحين معا، احسب قيمة المقاومة R. عايز قيمة المقاومة R. طيب يبقى أنا عندي حالتين، المفتاحين مغلقين والمفتاحين مفتوحين، أدي المفتاحين مفتوحان وادي المفتاحين مغلقان. في حالة المفتاحين مفتوحين كي 1 وكي 2، يبقى التيار هيمشي في 50 وبعد كده 20 وبعد كده 10، يعني توالي، يبقى ار داش بتساوي 50 زائد 20 زائد 10. ار داش بتساوي 50 زائد 20 زائد 10، هيطلع لي 80 اوم. يبقى اي بتساوي ايه؟ الاي اللي ماشيه في ال 20، خد بالك هو المين كارنت اللي هو في بي على ار داش اللي احنا جبناها فوق دي. في بي بكام؟ ب 6 على 80 بالآلة، هيطلع لي 75% أمبير. التيار ده مش هيتغير بعد ما نقفل المفتاحين كي 1 وكي 2. طب احنا لما نقفل كي 1 وكي 2، كي 2 لما تقفل يبقى المقاومة 10 أوم، كده خرجت من الموضوع لأن ده سلك عادي من المقاومة، يبقى التيار هيمشي كله فيه، يبقى مفيش تيار هيمشي هنا، يبقى هتبقى المقاومة الكلية عبارة عن كام؟ 50 زائد دول توازي مع بعض، يبقى 50 زائد 20 في R على 20 زائد R. تمام؟ طيب يبقى انا عندي التيار اللي ماشي في ال 20 وعندي المقاومه، مش الفرق جهد في النقطتين دول بتساوي في في، يعني بتساوي اي في ار. اي اللي ماشي هنا كام؟ هو نفس التيار، وقال لي التيار مش هيتغير اللي هو 75% في 20، يبقى في بين النقطتين دول كام؟ في بتساوي اي في ار اللي هو 75 من 100 من 1000 اسف في ار بكام؟ ب 20، يبقى في بتساوي بالاله هيطلع 1.5 تقريبا، 75% في
20 هيطلع لي 1.5 فولت، 1.5 فولت. ده في فين هنا؟ طيب البطارية متوصلة دلوقتي مع الخمسين ومع المقاومتين دول، ادي البطارية، ادي البطارية 6 فولت اهو متوصلة مع الخمسين اوم ومتوصلة مع المقاومتين اللي هو 20 اوم وار. فرق الجهد هنا 1.5 فولت، يبقى فرق الجهد هنا كام؟ يبقى فرق الجهد هنا مش في دي بتساوي في هنا زائد في هنا، يعني قلنا دي نقطة A B مثلا C، يبقى V اللي هو الـ VB يعني بتساوي VAB زائد VBC. VB بكام؟ 6، بتساوي VAB مش عارفينها زائد VBC جبناها بـ 1.5، يبقى VAB بتساوي 6 ناقص 1.5 يديني 4.5 فولت. طيب كده جبنا في من ايه في الجزء ده. طيب ما في هنا بتساوي مش بتساوي اي في ار، يبقى في اللي هي 6 4.5 في بتساوي اي ار، يبقى اي بتساوي في بكام؟ ب 4.5 على ار بكام؟ 50. 4.5 على 50، 2 في 4.5 ب 9 على 100، 9 من 100، 9 من 100 امبير، ده التيار الكلي، يبقى ماشي هنا كام؟ 9 من 100 امبير. هيخش في الجزء دوت اللي هو ال 20 75 من 1000 امبير، مش احنا عارفين التيار ده؟ يبقى هنجيب التيار بتاع ار. يبقى اي اللي بتمر في الار بكام؟ بتساوي 9 من 100 ناقص 75 من 1000. ده قانون كيرشوف الاول يعني. 9 من 100 ناقص 75 من 1000، هيطلع لي 15 من 1000. يبقى 15 من 1000 امبير. كده انا عندي التيار اللي هنا وعندي في هنا، مش في هنا ب 1.5. يبقى ار بتساوي ايه؟ قيمه ار بتساوي في على اي. في بين اولها واخرها كام؟ 1.5 على اي اللي بتمر فيها 15 من 1000. يبقى 1.5 على 15 من 1000، 1.5 على 15 يطلع لي 100 اوم، يبقى ار دي ب 100 اوم. 100 اوم. في الشكل الذي امامك اوجد قراءة الفولتميتر في الحالات الاتية. عايز قراءة الفولتميتر في الحالات الاتية. اول حاجة المفتاح كي 2 مغلق، كي 2 مغلق وكي 1 مغلق، سوري والمفتاح كي 1 مفتوح، كي 1 مفتوح وكي 2 مغلق. طيب ده مفتوح، يبقى ار هنا بكام؟ ار داش للمقاومتين التوازي دول 15. فاحنا نجيب اي الكلية اول حاجة، يبقى السؤال رقم 30 رقم 1 هنجيب المين كارنت التيار الكلي، علشان ال في هنا بتساوي اي اللي هو التيار الكلي في ار، فانا فاضل كده اجيب التيار الكلي. اي بتساوي ايه؟ في بي على ار داش. في بي بكام؟ ب 90. ار داش احنا قلنا دول كده توازي مع بعض، يبقى 15 30 على 2 15، 15 و30 يبقى 45، 45 يطلع لي 2 امبير. يبقى في بتساوي اي في ار. اي بكام اللي ماشيه في المقاومه دي؟ 2 اللي احنا لسه حاسبين، و2 في ار بكام؟ ب 30 اديني 60 فولت. المطلوب الثاني بيقول لي المفتاح كي مغلق، المفتاح كي 2 مغلق وكي 1 مغلق، الاثنين مغلقين. طيب كي 2 مغلق يبقى التيار هيمشي كده 30، هيجي هنا هلاقي في سلك فاضي هيمشي من هنا لهنا، يبقى ار هنا بقت بصفر. ما هو التيار هيمشي كده، هيمشي كده كده، هيلاقي سلك فاضي يمشي كده ويخرج كده، يبقى المقاومة هنا بقت صفر. بقت المقاومة الكلية كام؟ 30 بس. يبقى نجيب اي برضو، اي بتساوي في بي اللي هو 90 على ار اللي هو 30، يطلع لي 3 امبير. يبقى في بتساوي ايه؟ اي ار. يبقى في بتساوي اي ب 3 في ار ب 30 يديني كام؟ 90 فولت. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي المفتاح كي 2 مفتوح، كده مفيش تيار يخرج من هنا، كي 2 مفتوح والمفتاح كي 1 مغلق، يبقى هنا هنا بصفر، ما هو مفيش تيار، ما هو المفتاح كي 2 مفتوح، يبقى التيار بصفر، الفي بتساوي اي ار، اي بصفر، يبقى صفر في 30 بصفر، يديني صفر. في الشكل رقم السؤال رقم 31، في الشكل المقابل ما هي قراءة الاميتر والفولتاميتر في الحالات الآتية؟ عند فتح المفتاحين اس 1 واس 2 معا، الاثنين دول مفتوحين، يبقى التيار هيخرج كده. الفولتميتر المقاومه بتاعته كبيره جدا، كبيره جدا، فالتيار اللي هيخرج فيه تيار بس ضعيف جدا تقريبا صفر،
يبقى في الحلقه الاولانيه نفترض ان المقاومه بتاعت الفولتميتر او ده بنسميه فولتميتر مثالي، هناخده في الفصل الثاني ان شاء الله. فهنا الفولتميتر المقاومه بتاعته كبيره جدا، فالتيار اللي بيخرج عشان يمر في الفولتميتر التيار ضعيف جدا، بيبقى تقريبا صفر. فاول حاجه هتبقى قرايه الفولتميتر بصفر، قرايه الاميتر بصفر اسف. طب الفولتميتر، الفولتميتر متصل هنا مع البطاريه، طيب في بتساوي ايه؟ مش بتساوي في بي ناقص اي ار؟ في بي ب 2 ناقص اي، قلنا اي بصفر، يبقى 2 ناقص صفر ب 2، يبقى قرايه الفولتميتر تطلع 2 فولت. عند غلق المفتاحين اس 1 واس 2 معا هنقفل الاثنين برضو. لما نقفل الاثنين هنا التيار مش هيمر هنا، هيمر على طول في السلك الفارغ ده او عديم المقاومه، يعني كان ده مش موجوده برضو. يبقى المقاومه هنا بقت كام؟ 3. يبقى في مقاومه، يبقى اي هنجيب اي في الحلقه الاولانيه او في الحلقه دي يعني. السؤال رقم 31 النقطه الثانيه، لما نقفل المفتاحين، يبقى لما نقفل المفتاحين المقاومه دي برضو كانها مش موجوده، لان التيار هيمشي في السلك العديم المقاومه ده ويخش في 3. يبقى ار كليه بكام؟ ب 3. يبقى اي بتساوي ايه؟ 2 على 3. يبقى اي بتساوي 2 على 3 اللي هو 67 ميلي امبير. ده قراءه الاميتر. طب قراءه الفولتميتر هتبقى صفر، لان هنا متوصل بين سلك فاضي، يبقى قراءه الفولتميتر هنا دي بتساوي صفر. رقم 3 يقول لي عند غلق اس 1 هنقفل اس 1 ونفتح اس 2. طيب قفلنا اس 1، يبقى المقاومه كلها بقت ايه؟ 5 زائد 3. يبقى هنا التيار الكلي اللي بيمر اي بتساوي في بي 2 على المقاومه الكليه 5 و3 8، 2 على 8 يعني ربع، 25 ل 100 امبير. دي قرايه. طب قرايه الفولتميتر بتساوي اي ار، يبقى في بتساوي اي اللي ماشيه في الدايره كام؟ بربع. في ار بكام؟ 5. ربع ال 5 ب 1 و25 100 فولت. السؤال رقم 32 بيقول لي في الدائره الموضحه اذا كانت قيمه كل من مقاومه كل مقاومه 9 اوم، يعني كل مقاومه دول 9 اوم. احسب قراءه الاميتر في حاله فتح كي 1 وغلق كي 2. فتح كي 1 وغلق كي 2. طيب لما نقفل كي 2 يعني المقاومه دي كده مش موجوده. هتبقى المقاومه دي والمقاومه دي توازي، دي 9 ودي 9. او بدايتهم هنا ودي اخرها هنا. ودي بدايتها هنا واخرها هنا، يعني نفس النقطه، بدايتهم واحده ونهايتهم واحده. يبقى هنا 9 على 2 ب 4.5، 4.5 مع دي توالي 4.5 و9 يبقى 13.5، 13.5 مع دي توازي 13.5 في 9 او 13.5 زائد 9. بعد ما نجيبها هنعملها زائد 9، يبقى دول 13.5. 13.5 في 9 على 13.5 زائد 9 هيطلع لي 5.4. تمام، الجزء ده كده، الجزء ده كده 5.4 زائد 9 يبقى 5.4 يدينا 14.4. يبقى ار داش هنا بكام في الحاله دي؟ ده السؤال رقم 32. ار داش بتساوي 5.4 زائد 9 يديني 14.4 اوم. دي ار داش للدايره في السؤال الاولاني في السؤال رقم 1 يعني. طيب يبقى هنا هو عايز قرايه الاميتر. اي بتساوي ايه؟ ده طبعا المين كارنت. الاي بتساوي في بي على ار داش اللي احنا لسه جايبينها. في بي بكام؟ ب 45 على 14.4. 45 على 14.4 هيطلع لي 3.125 امبير. 3.125 امبير. ده السؤال الاولاني. رقم 2 بيقول لي عند فتح كي 2 وغلق كي 1. فتح كي 2 ده مفتوح وغلق كي 1. هيبقى الاثنين دول كده مع بعض ايه؟ توالي 9 و9 18، 18 مع 9 ودول نفس الكلام 18 مع 9. يبقى هنعمل دول كده 18 مع 9 18 في 9 على 18 زائد 9 هيطلع لي 6. يبقى الجزء ده كده 6 من هنا لحد هنا 6 اوم، وده نفس الكلام ده برده 6. يبقى 6 زائد 6 12. يبقى ار داش للجزء للدايره في الحاله دي بكام؟ 12 اوم. اي بتساوي ايه؟ في بي اللي هو كام؟ 45 على ار داش اللي هو 12. يبقى 45 على 12 هيطلع لي 3.75 امبير. تمام؟ فتح المفتاحين، المفتاحين دول مفتوحين. تمام؟ يبقى الجزء ده مش موجود، وكمان المقاومه دي كمان مش موجوده، خلاص كده ما ده مفتوح، يبقى الجزء ده كله كده مش موجود. هتبقى دي
9 و9 18 18 مع 9 يبقى 6 اوم، يبقى هنا لحد هنا كده 6 اوم زائد 9 6 و9 لان دول كده مش هيمر فيهم تيار، لان ده مفتوح وده مفتوح، يعني التيار مش هيمر هنا ولا هنا، يبقى هنا دول كده 6 زائد 9 تمام، 6 زائد 9 يديني 15، يبقى ار داش بكام؟ ار داش بتساوي 15، ده النقطة التالتة. اوم اي بتساوي في بي اللي هو 45 على ار داش اللي هو 15 يديني 3 امبير. 3 امبير. غلق المفتاحين، هنقفل ده ونقفل ده. لما نقفل ده ونقفل ده، دول مع بعض ايه؟ توازي. المقاومة دي والمقاومة دي. يبقى دول كده مع بعض 4.5، يبقى نشيل من دول ونحط هنا 4.5. تمام؟ دول 4.5. 4.5 هنا خد بالك بقى المقاومه دي، دول اللي هنشيله مع بعض هتبقى الاثنين دول توازي مع بعض. نعيد رسم المساله. ادي البطاريه وادي مقاومه 9 اوم هنا اهو، احنا قلنا دي هنشيلها هتبقى دي مع دي توازي، دي مع دي توازي 9 على 2 في 4.5، يعني نشيل دي ونحط دي 4.5 هتبقى دي مع دول كده تمام. يبقى نشيل دي خالص ونحط هنا دي قيمتها 4.5 تمام، وهنا في مقاومه اهي 9 اوم ودي 9 اوم، وفي مقاومة من هنا لحد هناك ثواني ادي 1 2 3 4 5 1 2 3 4، وفي مقاومة من هنا لحد هنا كده اهو 9 اوم اللي هي المقاومة دي. ما احنا شلنا دي خلاص، دي هتبقى هنا 4.5، يعني مش موجودة، هتبقى دي من هنا لهنا. بص معايا، طالما لقيت خمس مقاومات، ده الخط ده مش موجود، خمس مقاومات اهم. المقاومة دي خد بالك بقى من المقاومة دي، اولها هنا واخرها هنا. ار اللي قبلها 9 على 9 يبقى 9 على 9. طب وهنا 9 برضو على 9، يعني الموتور ممكن يمشي كده كده ويروح كده، ممكن يمشي كده كده وهو ماشي، هل هيخش في المقاومه دي ولا لا؟ هنلاقي ان المقاومه 4.5، الار اللي قبلها على اللي بعدها 9 على 9، والنقطه دي ار اللي قبلها ب 9 وار اللي بعدها ب 9، يبقى المقاومه دي بنسميها هيوستن بريدج او قنطره هيوستن وبنشيلها ملجيه. هتبقى الرسمه بقى الجديده عباره عن ايه؟ بالشكل ده. ادي مقاومه 9 اهي، وادي مقاومه 9 ودي مش موجوده، وناخد من هنا لحد هنا 9 اوم كده تمام، وهنا لحد هنا 9، ودي 9 ودي 9 ودي 9 ودي 9، يبقى الفرق ده كام؟ 18. والفرق ده كام؟ 18 توازي مع بعض. يبقى ار داش في الحاله دي بكام؟ 18 على 2 يديني 9 اوم، يبقى ار داش للدايره في الحاله دي ب 9 اوم. اي بتساوي ايه؟ في بي اللي هو كام؟ 45 على 9، 45 على 9 هيطلع لي 5 امبير، يبقى التيار في الحاله دي 5 امبير، ودي بنسميها قنطره هيوستن. الشكل 3 السؤال رقم 33 بيقول لي من الشكل المقابل اوجد قراءه الاميتر، عايز قراءه الاميتر. هو مديني هنا التيار اللي ماشي هنا 3 امبير، ومديني المقاومه مش في في الفرع ده بتساوي في في الفرع ده، يبقى 3 في 10 بتساوي اي في 5. اهو 3 في 10 ده السؤال رقم 33، 3 في 10 بتساوي اي اللي احنا عايزينها في 5، يبقى اي بتساوي 3 في 10 على 5 هيطلع لي 6 امبير، يبقى التيار المر هنا كام؟ 6 امبير، يبقى هنا 3 وهنا 6، هيتجمعوا هنا يبقى 3 زائد 6 يبقى التيار ماشي هنا كام؟ 9، 9 امبير، يبقى في بتساوي اي اللي هو 9 في 8، يبقى في بتساوي اي ار. طبعا دي اي واحد يعني عشان نفرق بينهم.
اي اللي هو 9 في 8 هيطلع لي 72 فولت. تمام. السؤال رقم 34 بيقول لي الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه، ده جزء من دائره كهربيه، احسب قراءه الفولتميتر في، عايز قراءه الفولتميتر في بتساوي ايه؟ اي في ار، ار عندي فاضل لي اجيب مين؟ اي. هو مديني ده كله ب 12 فولت، ده كله كام؟ 12 فولت. طيب 12 فولت انا عندي هنا اي، اي واحد بكام؟ بنص، وار واحد ب 16، يبقى انا عندي في هنا، في من هنا لحد هنا اللي هو نص في 16 ب 8 فولت، دي كده 8، دي كلها 12، دي 8 تبقى دي كام؟ 4، يبقى في كام؟ ب 4 فولت على طول كده بالنظر. قيمه ار 2، ار 2 دي بكام؟ انا عندي في هنا، في في على ار 2 بكام؟ جبناها ب 8 فولت، بس اي 2 مش عندي. هنجيب اي 2، مش انا جبت الفي هنا؟ الفي طلعت بكام؟ ب 4 فولت، يبقى اي بتساوي كام؟ اي بتساوي في على اي، 4 على 4 ب 1 امبير، ده 1 امبير. ده نص، يبقى التيار اللي بيساوي ايه؟ 1 ناقص نص، يبقى ده نص امبير، التيار اي 2 بتساوي نص امبير. يبقى اي 2 بتساوي نص امبير. طيب كده انا عندي اي 2 وعندي في، ما الفي قلنا بتساوي كام؟ 8، الفي من هنا لهنا 8، يبقى ار 2 بتساوي كام؟ ار 2 بتساوي في على اي 2، في ب 8 على اي 2 جبناها بنص، يديني 16 اوم، 16 ايه؟ اوم. السؤال رقم 35 بيقول لي الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه. فاذا كان فرق الجهد في اي بي يساوي 200 فولت، من A ل B 200 فولت، تمام؟ احسب المقاومة المكافئة للدائرة. طيب أنا عندي هنا المقاومات كلها موجودة، دول كده توالي مع بعض، 40 زائد 20 زائد 40، يبقى الفرق ده كده 100. 100 توازي مع 25، يبقى R بتاعت الجزء ده 100 في 25 على 100 زائد 25. 100 في 25 على 125، هيطلع لي 20، الجزء ده كده 20، من هنا لهنا كده 20. يبقى 40 زائد 20 زائد 40، يبقى ار داش بكام؟ ب 100 اوم. شده التيار المار خلال المقاومه ار 1، ار 1 يعني عايز التيار الكلي، هو مديك في من ال بي وانا جبت ار داش، يعني هو مديك في اي بي كام؟ ب 200. السؤال رقم 35 هو عايز اي، اي بتساوي في من اي بي على ار داش، في بي قال لي 200 على ار داش اللي احنا لسه جايبينها على 100، يديني كام؟ 2 امبير، يبقى التيار اللي بيمر في ار 1 بكام؟ ب 2 امبير. شد التيار المار خلال المقاومه ار 5، فين ار 5؟ ار 5 اللي هي دي. طيب انا عندي التيار الكلي كام؟ هنا ب 2 امبير، هنفترض ان ده اي 1 وده اي 2 خلاص؟ او اي 5 واي اي 2 براحتك يعني. يبقى 2 امبير بتساوي اي 1 زائد اي 2، اي 1 لو في المقاومه 5. ادي اول معادله، مش احنا عندنا في هنا بتساوي في هنا، يعني اي ار هنا بتساوي اي ار هنا، يبقى اي 1 في 25، يبقى 25 اي 1 بتساوي طبعا الفرق ده كله كده 100، يبقى 100 في اي 2، 100 اي 2، يبقى اي 1 بتساوي كام اللي احنا عايزينها؟ او خليها اي 2 بقى عشان نجيبها على طول مره واحده. اي 2 بتساوي 25 على 100 يعني ربع، يعني اي 1 على 4. نعوض هنا بقى، نعوض في المعادله دي، يبقى 2 بتساوي اي 1 اللي هي بتمر في ار 5 زائد، هنشيل اي 2 ونحط مكانها اي 1 على 4، هيديني 5 على 4 اي 1. يبقى اي 1 بتساوي 2 في 4 على 5، 8 على 5 فيها 1 و 6 من 10 امبير. 1.16 امبير. في الشكل، السؤال رقم 36 بيقول لي في الشكل المقابل احسب المقاومه الكليه بين النقطتين A و B، عايز المقاومه الكليه. سهل، ده الفرق ده كده توالي مع بعض، 5 زائد 1 ب 6، 6 مع 3 يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع لي 2 اوم، يبقى المقاومه بتاعت الجزء ده كده كام؟ 2 اوم. شد التيار المار في في دائره البطاريه. طيب اي اللي خارج منها بتساوي ايه؟ في بي على ار داش، في بي كام؟ ب 4، وار داش جبناه بكام؟ ب 2، يبقى 4 على 2 فيها 2 امبير، يبقى التيار خارج منها 2 امبير. شد التيار المار في المقاومه 5 اوم، عايز التيار بيمر هنا. طيب هنعمل معادلتين زي ما احنا اتعودنا،
التيار الكلي 2 امبير. ده السؤال رقم 36. التيار الكلي 2 امبير، 2 بتساوي كام؟ هفترض ان التيار المر بيمر في الخمسه دي اي 1 وده اي 2، يبقى بتساوي اي 1 زائد اي 2. ادي المعادله الاولانيه. المعادله الثانيه، مش احنا قلنا في هنا بتساوي في هنا؟ يعني اي 1 في 6 بتساوي اي 2 في 3. 6 اي 1 بتساوي 3 اي 2. يبقى اي 2 بتساوي 6 على 3 في 2 اي 1. دي المعادله الثانيه، نعوض هنا بقى. هنشيل يبقى 2 بتساوي اي 1 زائد 2 اي 1 يديني 3 اي 1. يبقى اي 1 بتساوي 2 على 3 ب 76% امبير، او 2 على 3. شدة التيار المار في المقاومة 1 اوم، ما هي هيها، ما هو التيار المر فيه 5 اوم هو نفس التيار اللي بيمر فيه 1 اوم، هو تيار واحد اللي هو برضه 2 على 3 اللي هو 76 67% امبير. السؤال رقم 37 في الدائرة الموضحة، احسب المقاومة المكافئة للدائرة. المقاومة المكافئة، التيار هيتوزع في المقاومات كلها، عشان ما حدش يقول لي ده سلك فاضي يمشي كده، ما هيلاقي مقاومة، يبقى هيتوزع هنا وهنا في المقاومات كلها. لقينا سلك فاضي يبقى نعمل ايه؟ طريقة النقاط. دي مثلا واحد، هتبقى دي واحد واحد واحد، عديت على مقاومة هتبقى دي مثلا اتنين، هتبقى دي تلاتة ودي تلاتة، يبقى عندي كام نقطة؟ تلات نقاط. نعيد رسم الدايرة عشان تبقى سهلة علينا. ده السؤال رقم 37. نرسم الدايرة من جديد، ادي واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. بين واحد واتنين في ستة. ستة، وفي من واحد لاتنين تلاتة، يبقى في هنا ستة اوم، وفي كمان تلاتة اوم. وعندي من واحد لتلاتة في عشرة، ومن اتنين لتلاتة في تمانية، من اتنين لتلاتة في تمانية اوم. وعندي من واحد لتلاتة في عشرة، عشرة اوم. يبقى 1 2 3 4، 1 2 3 4. وعندي من 1 ل 3 في بطاريه، عندي بقى في بطاريه اهو. من 1 ل 3 في بطاريه كام؟ 10 فولت. دول توازي مع بعض، 3 في 6 على 3 زائد 6 يديني 2 اوم. 2 و 8 10، يبقى الفرق ده كده كام؟ 10 اوم. 10 اوم مع 10 اوم توازي يديني كام؟ 5 اوم. يبقى ار داش للدايره دي كام؟ ب 5 اوم. ار داش ب 5 اوم. هو عايز التيار اي بتساوي في بي على ار داش، في بي بكام؟ ب 10 على 5 يديني 2 امبير، ده التيار اللي خارج من البطاريه، خارج 2 امبير. تمام؟ المقاومه المكافئه جبناها، المقاومه المكافئه كام؟ 5 اوم، وعايز شد التيار الكلي للمار سوري، هو عايز قيمه احنا فين السؤال؟ شد التيار الكلي للمار بالدايره جبناه، شد التيار الكهربي المار خلال المقاومه 6 اوم، 6 اوم، هرجع للرسم اللي احنا رسمناها، احنا عايزين التيار المر فيه 6 اوم. تمام؟ الفرعون دول 2 صح؟ 2 2 و8 الفرق ده 10، يبقى ال 2 امبير في 1 امبير هيمر هنا و1 امبير هيمر هنا. ال 1 امبير ده هيتوزع بقى جاي من هنا وجاي من هنا، يبقى نقول له 1 امبير بيتساوي، هنفترض ان ده اي 1 ودي اي 2، احنا عايزين اي 2. تمام؟ يبقى اه 1 بتساوي اي 1 زائد اي 2. دي المعادله الاولانيه. V في الفرع ده بتساوي V في الفرع ده، يعني 3 I1 بتساوي 6 I2، 3 I1 بتساوي 6 I2، احنا عايزين I2، يبقى I1 بتساوي 6 على 3 فيها 2 I2. نعوض هنا، يبقى 1 بتساوي، خليها لسه شطوبة باينة، 1 بتساوي I1 هنشيلها ونحط مكانها 2 I2، 2 I2 وكمان I2 يبقى 3 I2، يبقى I2 بتساوي كام؟ 1 على 3 اللي هو 33% امبير. يبقى ده التيار اهو 33% امبير هيمر في المقاومه 6 اوم. السؤال رقم 38، بيقول لي في الدائره المقابله عند غلق المفتاح، لما نقفل المفتاح تقل قيمه المقاومه الكليه المكافئه الى نصف قيمتها. يعني المقاومه الكليه المكافأة يعني في حالة غلق المفتاح بتساوي نص المقاومة في حالة فتح المفتاح. تمام؟ احسب قيمة المقاومة ار. طيب. يبقى المعلومة اللي مديهاني 38
ار غلق، ار داش يعني في حالة غلق المفتاح بتساوي نص ار داش فتح المفتاح. دي اول معادلة. هنجيب بقى في حالة الغلق وفي حالة الفتح، ار داش يعني ار داش في حالة الغلق وار داش في حالة الفتح. في حالة الغلق ده مغلق، يبقى الاثنين دول كده ايه؟ توازي مع بعض، 45 و5، والاثنين دول توازي، يعني الفرع ده كده توالي، يبقى 45 برضه، 45 مع 5. يبقى ار في حالة الغلق بتساوي ار داش كلية بتساوي ار اللي هي ار اي زائد دول ار زائد دول توازي مع بعض، يبقى 45 في 5 على 45 زائد 5. 45 في 5 على 50 زائد دول برضو توازي مع بعض، دول كده 45 لان هم توازي، يبقى 45 في 5 على 45 زائد 5، يعني ممكن نضرب هنا في 2، يعني نضرب دي كده في 2 وخلاص عشان نريح دماغنا. دي ار داش في حاله ايه؟ غلق المفتاح. ار داش اهي هتبقى ار زائد نعوض بقى 45 في 5 على 50 في 2، 45 في 5 على 50 هيطلع لي 4.5 في 2 ب9. دي ار داش في حاله ايه؟ غلط. ار داش بقى في حاله الفتح، لو المفتاح ده مفتوح هيبقى الفرع ده كده كام؟ 45 و5 50، والفرع ده 45 و5 50، يبقى 50 على 2 فيها 25، يبقى الار بتاعت الجزء ده 25 زائد ار، يبقى ار داش هنا بتساوي ار زائد 25. ده ار داش في حاله الفتح. نعوض بقى فوق الغلق ار داش بكام؟ ار زائد 9 بتساوي نص في ار زائد 25. الاثنين دي تيجي هنا 2 مضروب ده كله، يبقى 2 في ار ب 2 ار، 2 في 9 ب 18 بتساوي ار زائد 25. هنجيب ار في ناحيه، يعني ار دي تيجي هنا، يبقى 2 ار ناقص ار ب ار. 25 ناقص 18، 25 ناقص 18 اديني 7، يبقى ار بكام؟ 7، 7 اوم، 7 اوم. السؤال رقم 39 بيقول لي وصلت اربع مقاومات على التوازي، اربع مقاومات على التوازي. البطاريه قوتها الدفاع الكهربيه 9.2 فولت، البطاريه دي 9.2 فولت. وكانت قيم شده التيار المار في كل منها 4 ملي امبير، 14 ملي امبير زي ما هو موضح كده. كما هو مبين بالشكل، احسب المقاومه الكليه للدائره. طيب، المقاومه الكليه هنا مديني في، في كام؟ ب 9.2 في، هنا في في الطرف ده 9.2 وده 9.2 9.2 9.2 يبقى انا عندي في وعندي اي، فهنجيب ار دي ونجيب ار دي ونجيب ار دي ونجيب ار دي، بعد كده نعملهم توازي. بس الرقم 39 هنجيب بقى المقاومه دي ار دي، هنسمي دي مثلا ار 1 ار 2 ار 3 ار 4. ار 1 بتساوي في اللي هو 9.2 على 150 ملي امبير، يعني 15 من 100 بتساوي 9.2 على 15 من 100، هيطلع لي 61 و33 اوم. اللي بعدها نفس الكلام، ار 2 بتساوي 9.2 على اي الكنور هنا كام؟ 45 في 10 سالب 3، يعني 0 علامه 0 4 5، 0 4 5 هيطلع لي 204 و44 100 اوم. ار 3 هتبقى برضو 9.2 على 14 هيطلع لي 600، ار 3 600 57 و14 من 100 اوم. ار 4 9.2 برضو على 4 من 1000 تطلع 2300 اوم. هنجيب ار داش بقى، ار داش 1 على ار داش بتساوي 1 على ار 1 اللي هو 61 و33 زائد 1 على 204 و44 زائد 1 على 657 و14 زائد 1 على 2300. بقى نجيب المقلوب، الرقم هيطلع لي، هنجيب المقلوب بتاعه 1 على 61 و33 زائد 1
حالة 244 زائد 1 حالة 657 هيطلع لي الرقم ده 0.02315 يبقى ار داش بتساوي مقلوب الرقم ده يبقى ار داش 1 على 0.02315 هيطلع لي 43.2 او 19 بالظبط يعني ار داش ب 43.2 او 19% اوم دي ار داش ده المطلوب الاولاني كده جبنا ار داش قيمة التيار شد التيار كل المار في البطارية في الحالتين إذا استبدلت المقاومة ذات القيمة الأكبر طبعا المقاومة ذات القيمة الأكبر اللي هي مين؟ R4 ب 2300 يعني بدلنا دي المقاومة الأخيرة دي بمقاومة أخرى ضعف قيمتها بمقاومة ثانية يعتبر بكام؟ يعني الأر الجديدة هتبقى ب ضعف قيمتها 4600 هتبقى الأر الجديدة 4600 هنجيب بقى ار داش في الحاله الجديده يعني هو نفس الارقام اللي فاتت دي بس دي هنخليها كام 4600 يعني هنحسب كل دول ونجيب المقلوب بتاعهم يعني برضو 1 على 61.33 زائد 1 على 204.44 زائد 1 على 657 علامه 14 زائد 1 على دي بدل ما هي 2300 هنخليها 4600 4600 هيطلع لي كام؟ 0 علامه يبقى ار ده الواحد على ار داش الجديده دي بتساوي 0 علامه 022935 يبقى ار داش بتساوي كام في الحاله الجديده؟ 1 على الرقم ده 1 مقلوب الرقم ده اللي هو 0 علامه 022935 هيطلع لي 43.6 43.6 اوم دي ار داش طيب عايز اي بقى هو التيار بيساوي في بي اللي هو 9.2 في بي هنا ب 9.2 على ار داش اللي هو 43.6 9.2 على 43.6 هيطلع لي 21% امبير 21% ايه امبير 21% يعني 211 ملي امبير اذا استبدلت المقاومه ذات القيمه الاصغر بمقاومه اخرى ضعف قيمتها نفس الكلام المقاومه الاصغر مين اللي هي ار 1 دي 61 200 600 يبقى ار 1 اللي هي الار 1 دي هنبدلها بمقاومه ضعف قيمتها يعني هتبقى المقاومه بتاعتها كام 2 2 في 61 و 33 ملي نحسب بقى ار داش في الحاله الجديده 1 على ار داش بتساوي 1 على طبعا 2 في 61 و 44 ولا 33 و 33 33 والباقي كله زي ما هو يعني 1 على 204 و 44 زائد 1 على 657 و14 زائد 1 على 2300 ونحسب بقى 1 على ار داش بكام؟ هنجيب ار داش 1 على 2 في 61 33 زائد 1 على 204 و44 زائد 1 على 657 و14 زائد 1 على 2300 هيطلع لي 15 من 1000 دي واحدة ار داش 15 من 1000 يبقى ار داش نفسها بكام؟ 1 على 15 من 1000 هيطلع لي 66.67 يبقى اي بتساوي في بي ب 9.2 على ار داش 66.67 من 100 9.2 على
66 و7 و60 يطلع لي 13 او 14. مية تمانية وتلاتين لو انا حبينا نعرف ديت بقى 138 امبير اللي هي امبير. تمام كده. ده السؤال رقم 39. السؤال رقم 40 بيقول لي بين بالرسم كيفية توصيل ثلاث مقاومات، معاك ثلاث مقاومات 9 اوم و6 و3 معا لتصبح قيمة المقاومة المكافئة 11 اوم. وإذا كانت شدة التيار الكلي 10 امبير، احسب. يعني الأول عايزين نوصلهم بحيث لتصبح قيمة المقاومة المكافئة 11 اوم. خد بالك من حاجة، 11 اوم يعني دول لو وصلنا دول مع بعض 3 و6 هنوصلهم توازي عشان يبقى الاثنين مع بعض كام؟ 2 صح؟ يعني بكده 2، 2 هنوصلهم توالي مع التسعة. يبقى أنا هاخد التسعة اوم دي وأوصل معاها 3 و6 توازي، 3 اوم ستة اوم. دول كده مقاومة المكافأة بتاعتهم 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع لك 2 اوم، 2 زائد 9 ب 11، يبقى احنا دي طريقة التوصيل. تمام؟ وإذا كان شد التيار الكلي، التيار الكلي اللي ماشي هنا بكام؟ ب 10 أمبير. بيقول لي احسب شد التيار المعرف في كل مقاومة، يعني عايز أي واحد وأي اتنين. طالما مجهولين يبقى محتاجين معادلتين، المعادلة الأولانية 10 بتساوي أي واحد زائد أي اتنين، 10 بتساوي أي واحد زائد أي اتنين، دي المعادلة الأولانية. المعادلة الثانية V هنا بتساوي V هنا. V هنا اللي هو أي واحد في 6، يبقى 6 أي واحد بتساوي V هنا 3 أي اتنين، 3 أي اتنين. يبقى أي اتنين، أي اتنين بتساوي 6 على 3 فعلا 2، 2 أي واحد. دي المعادلة الثانية نعوض بيها هنا. يبقى 10 بتساوي أي واحد زي ما هي أهي، زائد 2 أي واحد. يديني 3 أي واحد. يبقى أي واحد بتساوي 10 على 3. يطلع لي كام؟ فيها 3 وتلت، 3 و3 من 10، 10 على 3 يطلع لي 3 و33 من 100، 3 و3 و30 من 100 امبير. يبقى اي 2 بكام؟ اي 2 بيساوي 10 ناقص اي 1، يبقى 10 ناقص الرقم ده، 10 ناقص 3 و33 من 100 هيطلع لي 6 و67 من 100 امبير، دي اي 2. تمام؟ بيشد التيار في كل مقاومة. عايز فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة. فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة، حاضر. فرق الجهد في المقاومة هنا، المقاومة دي اللي هي 9 اوم هتبقى اي في ار، 10 في 9 ب 90، يبقى في في 9 اوم بتساوي 90 فولت. هنا في هنا بتساوي ايه؟ في هنا بتساوي في هنا، خد بالك، يعني انت لو جبت هنا خلاص انت جبت هنا. يبقى في في 6 اوم بتساوي في في 3 اوم بتساوي اي 1 في 6، 6 في اي 1 بكام؟ 3 و33 من 100. 6 في 3 و33 من 100 يطلع لي تقريبا 20 فولت، 20 ايه؟ فولت. تمام؟ وطبعا المقاومة الثانية 20 فولت، اللي هي 3 و6 زي بعض. السؤال رقم 41 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كانت القوة الدافعة الكهربية للبطارية 6 فولت وشد التيار المعرف في البطارية في حالة فتح المفتاح اس ده مفتوح، يبقى التيار هيمشي ازاي؟ هيمشي كده 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 كده، يبقى ثلاث مقاومات دول بس في كلا الاتجاهين 1 امبير. وشد التيار المعرف في البطارية في حالة غلق المفتاح اس في الاتجاه ايه؟ يعني وصلناه هنا هي 1.2 امبير. وشد التيار المعرف في البطارية في حالة غلق المفتاح اس في الاتجاه بي 2 امبير. احسب قيمة كل من ار 1 وار 2 وار 3. يبقى انا عندي ثلاث حالات، كان ده مفتوح خالص وكده وصلناه مع ايه ووصلناه مع بي. هنجيب ار داش في كل حالة. السؤال رقم 41 الحالة الأولانية كان المفتاح اس ده مفتوح، هتبقى ار داش بتساوي ايه؟ ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. هو مديني التيار، يعني هو مديني التيار ومديني في بي، يبقى ار داش في الحاله دي بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طيب ار داش بكام؟ ار داش بتساوي في بي على اي، في بي بكام؟ ب 6 على اي بكام؟ قال لك في الحاله دي كان 1 امبير، يبقى تساوي 6
قوم. يبقى 6 ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 بتساوي 6. دي المعادله الاولانيه في الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه هنقفل المفتاح اس مع 1. وش التيار المرفق في البطاريه في حاله ضغط المفتاح اس في اتجاه ايه؟ كانت 1.2 من 10. يعني لما قفلنا هنا، طيب لما نقفل هنا التيار هيجي هنا هيتوزع هنا وهنا، هتبقى ار 2 وار 2. خد بالك دي ار 2 ودي ار 2 يعني زي بعض، يبقى نص ار 2 يبقى ار 1 زائد نص ار 2 زائد ار 3. ار داش في الحاله الجديده دي بتساوي كام؟ 6 على 1.2 من 10. 6 على 1.2 من 10 هيطلع لي 5. 5 اوم. طيب ار داش في الحاله دي بتساوي ايه؟ ار داش بتساوي ار 1 زائد نص ار 2 زائد ار 3. كل ده بيساوي كام؟ 5. يبقى دي المعادله الثانيه اهي. تمام؟ المعادله الثالثه هنقفل المفتاح اس مع بي. لما نقفل مع بي التيار هيمشي كده كده، مش هخش هنا، هيمشي ار 1 ار 2 ويروح مكمل وجاي هنا، مش هخش في ار 3. يبقى ار 1 زائد ار 2 بس، دي ار داش. طيب قال لك التيار كان بكام؟ ب 2 امبير. يبقى ار داش في الحاله دي بكام؟ ار داش بتساوي 6 على 2 بتساوي 3 اوم. طيب ار داش بقى في الحاله دي بتساوي كام؟ ار داش بتساوي ار 1، التيار هيمشي في ار 1 بعد كده ار 2 وبعد كده يكمل، مش هخش في دي ولا في دي. يبقى بتساوي ار 1 زائد ار 2. ار 1 زائد ار 2 بتساوي 3. دي المعادله الثالثه. دول ثلاث معادلات. عندي ثلاث مجاهيل. يبقى ممكن نرتبهم كده. المعادله الاولانيه ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 بيساوي 6. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه ار 1 زائد نص ار 2 زائد ار 3 بتساوي 5. دي المعادله الثانيه. المعادله الاخيره ار 1 زائد ار 2 زائد صفر ار 3 عشان لما نحطها على الاله دلوقتي بتساوي 3. دي المعادله الثالثه. ودي معادله فيها ثلاث مجاهيل نحلها على الاله. هندوس مود وهتلاقي هنا طبعا في الاله العاديه يعني الاله اللي بتستخدموها هتبقى هندوس مود تقريبا 5 2 او 2 5 حاجه زي كده. المهم يعني هنجيب حل معادلات النظام ثلاثه غير معروفه لو انت بتستخدم الموبايل دي. ونحط الكوفيشنز 1 بيساوي 1 يساوي 1 اللي هو الكوفيشنز اللي هي المعاملات اللي هو الرقم اللي قدام ولازم يكون بالترتيب ار 1 2 3 1 2 3 1 2 3 وحطينا القيم الارقام في الناحيه الثانيه ما حدش عامل لي دي ويحط هنا ناقص 6 بتساوي 0 وهنا بتساوي 5 وهنا يعني لازم يكون كلهم في ناحيه واحده بنفس الترتيب تساوي 6 اللي بعدها 1 يساوي نص يساوي 1 يساوي 5 يساوي 1 يساوي 1 يساوي 0 يساوي 3 يساوي. ندوس يساوي هيجيب لك ار 1 1 اوم. ار 1 بتساوي 1 اوم. ار 2 ندوس يساوي تاني هيطلع لك 2 اوم. ار 3 ندوس يساوي هيطلع لك ار 3 ب 3 اوم. تمام كده احنا حلينا 1 2 3. السؤال رقم 42 من الشكل المقابل احسب فرق الجهد بين النقطتين A و B. بين A و B عايز فرق الجهد هنا وهنا. عشان نجيب فرق الجهد بين A و B هنجيب VA ونجيب VB وبعد كده نفرحهم من بعض. طيب VA عشان نجيبها هنجيب التيار كل الاول. دول كده الفرق ده 8 والفرق ده 8 يبقى R داش ده 8 و8 توازي يبقى كام؟ 4 اوم. يبقى R داش بكام؟ 4. يبقى التيار الكل كام؟ 12 على 4. بتطير كل هنا 12 على 4 فيها 3 امبير. ده السؤال رقم 42. يبقى ار داش بتساوي زي ما قلنا 8 على 2 فيها 4 اوم. يبقى اي اللي هو المين كارنت التيار اللي خارج من البطاريه بتساوي في بي اللي هو 12 على ار داش اللي هو 4 يديني 3 امبير. 3 امبير الفرق ده 8 والفرق ده 8 يبقى يتجزأ بالتساوي. يبقى هنا 1.5 امبير وهنا 1.5 امبير. تمام؟ طيب في اي بتساوي ايه؟ هنجيب بقى الفرق الجهد عن في اي. في اي الجهد هنا 12 صح؟ هنا 12 وهنا 12 يبقى 12 ناقص الجزء اللي ناقص هنا يبقى في اي بتساوي 12 ناقص 1.5 في 5. 12 ناقص 1.5 في 5
في بي نفس الكلام 12 جهد هنا 12 ناقص 6 في 1 ونص او 1 ونص في 6 اللي هو الجهد فرق الجهد اللي ناقص هنا يبقى 12 ناقص 1 ونص في 6 يبقى في ايه بتساوي 12 ناقص سوري 12 ناقص نفتح قوس 1 ونص في 5 هيطلع لي 4 ونص فولت في بي 12 ناقص 1 ونص في 6 هيطلع لي 3 يبقى في اي بي بتساوي 4 ونص ناقص 3 يديني كام 1 ونص فولت 1 ونص ايه فولت السؤال رقم 43 بيقول لي في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المصباح كهربي مكتوب عليه 45 وات و 30 فولت احسب اقل قيمة للمقاومة R التي تجعل المصباح يضيء عند الجهد والقدرة المحددتين عليه. طيب مديني هو للمصباح مديني الباور اللي هو ومديني فرق الجهد اقدر اجيب منهم الكرنت التيار اللي هيمشي في المصباح واقدر اجيب المقاومة بتاعت المصباح يبقى هنجيب من اول حاجة نجيب الباور بيساوي في تربيع على ار هنجيب ار للمصباح ار نسميه ار واحد مثلا بتساوي في تربيع اللي هو 30 تربيع على الباور اللي هو 45 30 تربيع على 45 30 تربيع على 45 هيطلع لي 20 نحاول بس دي كده ارجعها بالوضع العادي هيطلع لي 20 اوم يبقى دي مقاومة المصباح. طب التيار اللي يستحمله المصباح الباور بتساوي ايه؟ V في I يبقى I بتساوي الباور على V. الباور بكام؟ 45 على V 30 يطلع لي 1.5 امبير. ده التيار اللي هيمشي فيه الدايرة. هنجيب بقى R للدايرة، ما ده التيار اللي هيمشي في الدايرة، ان هم متوصلين توالي. يبقى I اللي بيمر في الدايرة اللي هو المين كارنت اللي خارج من البطارية بيساوي VB على R داش. احنا جبنا اي اصلا هنجيب بقى ار داش اسف هنجيب ار داش للدايره كلها ار داش بتساوي في بي على اي في بي بكام 45 على اي بكام 1.5 يبقى 45 على 1.5 هيطلع لي 30 تطلع بكام ب 30 اوم طب ار داش دي بتساوي ايه مش بتساوي ار 1 زائد ار يبقى ار اللي احنا عايزينها بتساوي ار داش اللي هي 30 ناقص ار واحد جبناها بكام؟ ار واحد جبناها ب 20 ناقص 20 يطلع لي 10 اوم يبقى نحط مقاومه مقدارها كام؟ 10 اوم عشان تحقق الشروط اللي مكتوبه على المصباح. سلك من ماده موصله مقاومتها النوعيه 1.7 في 10 اس سالب 8 وطوله 2 متر يستهلك قدره مقدارها 1 وات اذا مر به تيار شدته 10 امبير مديني القدره بتاعت السلك ده والتيار اللي هيمر فيه ممكن نجيب منهم ار ومن ار نجيب مساحه المقطع اللي هو عايزها لان اول مطلوب عايز مساحه مقطع يبقى اول حاجه هنجيب ار للسلك ده السؤال رقم 44 هنستخدم قانون عندي الباور وعنده اي وعايزين ار يبقى هنستخدم القانون ده باور بتساوي اي تربيع في ار يبقى ار بتساوي الباور بكام بواحد على اي تربيع 10 تربيع ب 100 يطلع لي 1 من 100 اوم دي مقاومه السلك عايز هو عايز مساحه المقطع مش ار بتساوي رو اي ال على اي يبقى اي بتساوي رو اي ال على ار يبقى بتساوي رو اي بكام 1.7 في 10 اس سالب 8 في ال طوله كام 2 متر على ار اللي احنا لسه جايبينها 1 من 100 يبقى 1.7 في 10 اس سالب 8 في 2 على 1 من 100 هيطلع لي 3.4 ممكن ندوس على زرار الانج دوت ونحولها هيطلع لي سوري هيطلع لي 3.4 في 10 اس سالب 6 يبقى ايه بتساوي 3.4 في 10 اس سالب 6 متر تربيع ده كده اول مطلوب المطلوب الثاني عايز الطاقه التي يستهلكها خلال دقيقه
اذا تم تطبيق فرق جهد مقداره 5 فولت يبقى انا عندي فرق الجهد. هنجيب الباور. الباور بتساوي V تربيع على R. دي الباور. يبقى الباور بيساوي V تربيع كام؟ 5. وقال لي هنوصل بيه 5 فولت. يبقى 5 تربيع على R بواحد من 100 يطلع لي 2500 وات. طب هي الطاقة بتساوي ايه؟ مش الباور بتساوي الورك على التايم. يبقى الورك اللي هو الانرجي الطاقة يعني بتساوي الباور في التايم بتساوي 2500 في احنا شغلناه لمدة قد ايه؟ قال لي خلال دقيقة يعني في 60. يبقى الباور سوري الانرجي بتساوي الفين وخمسمية في 60 هيطلع لي 150,000 جول او 150 كيلو جول. عايز تكتبها 150 كيلو جول او 150,000 جول. تمام؟ يبقى ده السؤال رقم 44. السؤال رقم 45 بيقول لي سلك طوله 2 متر ومساحة مقطعه 4×10^6 متر مربع. فإذا كان فرق الجهد بين طرفي السلك 20 فولت وكانت القدرة المستهلكة فيه 10 وات يبقى مديني فرق الجهد بين طرفي السلك ومديني القدرة. أقدر أجيب منهم إيه؟ R. لأنه عايز المقاومة النوعية. يبقى هنجيب R الأول. R للسلك. عندي الباور وعندي V. يبقى القانون استخدامه الباور بيساوي V تربيع على R. يبقى R بتساوي V تربيع على الباور. يبقى R بتساوي V تربيع 20 تربيع ب 400 على الباور بكام؟ ب 10. يطلع لي 40 اوم. دي ار للسلك. احنا عايزين المقاومه النوعيه مش المقاومه. يبقى ار بتساوي رو اي اللي احنا عايزينها الا على اي. يبقى رو اي بتساوي ار في اي على ال. نحسب بقى ار جبناها ب 40 في الاي الاريا بتاعته 4 في 10 اس سالب 6 وننس في على ال على ال طوله كام؟ 2. يطلع لي 8×10 اس تمانية في 10 اس سالب 5. يبقى ار تطلع ب 8×10 اس سالب 5 اوم متر. تمام. المطلوب الثاني عدد الالكترونات التي تمر عبر مقطع منه خلال دقيقه. يعني عايز ان بكام؟ عشان نجيب ان لازم نجيب كيو. طيب انا عندي هنا عندي ال ار موجوده عندي وعندي فرق الجهد. نقدر نجيب التيار اي بتساوي في على ار. في بكام؟ فرق الجهد 20 على ار جبناها بكام؟ ار ب 40 يديني نص امبير. طيب مش اي بتساوي كيو على تي اللي هي بتساوي ان اي على تي. يبقى ان بتساوي اي في تي على اي. اي تي على اي. اي بكام جبناها؟ بنص امبير في التي وقال لي لمده دقيقه. يبقى في 60 على اي اللي هو 1.6 في 10 اس سالب 19. نص في 60 على 1.6 في 10 أس سالب 19 هيطلع لي 1.875 في 10 أس 20 إلكترون. دي عدد الإلكترونات اللي بتمر فيها. ده السؤال رقم 45. السؤال رقم 46 بيقول لي هنا من الدائرة المقابلة احسب القدرة المستهلكة في كل مقاومة. عايز القدرة هنا وهنا وهنا. طيب انا عندي R يبقى نستخدم ايه؟ يا اما V تربيع على R يا اما I تربيع في R. هنستخدم طبعا I تربيع في R. ادي ال VB ال V بتاعت الباتري وال R داش عندي. هنجيبها ازاي R داش؟ دول توازي. يبقى 30 في 60 على 30 زائد 60 هيطلع لي كام؟ 20. يبقى المقاومة بتاعت الجزء ده 20. 20 زائد 20 توالي. يبقى ار داش للدايره كام؟ 40. يبقى اول حاجه عندي ار داش للدايره بتساوي 40 اوم. ده السؤال رقم 46. ار داش بتساوي 40 اوم. هنجيب اي واحد اللي هو التيار اللي بيمر في المقاومه ار واحد مش ده التيار الرئيسي. واي مين كارنت بتساوي في بي على ار داش.
يبقى اي واحد بتساوي في بي على ار داش. في بي بكام؟ اهو في بي بكام؟ ب 120. ار داش ب 40، يبقى 120 على 40 هيطلع لي 3 امبير، يبقى كده جبنا اي واحد. تمام؟ عايزين بعد كده نجيب اي 2 وبعد كده اي 3. طيب هنفترض ان التيار المر هنا ده اي 2 في ار 2 واي 3، يبقى 3 اللي هو التيار الرئيسي، 3 بيساوي اي 2 زائد اي 3، دي اول معادله، يبقى اي 2 زائد اي 3 بتساوي 3 امبير. طيب المعادله الثانيه، مش احنا قلنا في هنا في الفرع ده بيساوي في هنا؟ في بتساوي ايه؟ اي اللي هو اي 2 في 60 بتساوي اي 3 في 30، يبقى 60 اي 2 بتساوي 30 اي 3. طبعا نختصر دي مع دي يطلع لي هنا 2، يبقى اي 3 بتساوي 2 اي 2. نعوض هنا، هنشيل اي 3 ونحط مكانها 2 اي 2، يبقى هنا 2 اي 2 واي 2 يبقى 3 اي 2، 3 اي 2 بتساوي 3، يبقى اي 2 بتساوي 3 على 3 فيها 1 امبير. نعوض هنا عشان نجيب اي 3. احنا جبنا اي 2 ب 1، يبقى اي 3 بتساوي 2 ناقص 1 يبقى ب 2 امبير، يبقى اي 2 بكام؟ اي 3 ب 2 امبير، كده جبنا التيار. هو عايز الباور. الباور في المقاومه ار 1 بتساوي اي تربيع، اي 1 تربيع في ار 1. يبقى الباور 1 بيساوي ايه؟ اي 1 جبناه بكام؟ اي 1 ب 3، يبقى 3 تربيع ب 9 في ار 1 بكام؟ ار 1 ب 20، يبقى 9 في 20 هيطلع لي 180 واط. طيب الباور 2 في المقاومه ار 2، يبقى اي 2 تربيع، اي 2 تربيع ب 1 تربيع ب 1 في ار 2 بكام؟ ب 60، يبقى 1 في 60 بتساوي 60 واط. الباور في المقاومه الثالثه باور 3، هيبقى اي 3 تربيع في 30، اي 3 بكام؟ ب 2 تربيع، يعني 4 في 30 يديني 120 واط. كده احنا حسبنا ايه الباور الموجود. السؤال رقم 47 مستويات عليا بيقول لي في الدائره الموضحه اذا كانت قيمه القدره المستهلكه في المقاومه ار، القدره هنا مديها كام؟ 12 واط. وقيمه اي 1 2 امبير، اي 1 2 امبير. طب ما انا كده عندي اي 1 وعندي ار، اقدر اجيب في من هنا لهنا اللي هي بتساوي في هنا بتساوي في هنا بتساوي في هنا بتساوي في هنا. طيب في نجيبها، في بتساوي ايه؟ اي 1 في 6، يبقى في بتساوي اي 1 بكام؟ وقال لي اي 1 اهو 2 امبير، يبقى 2 في 6 ب 12، يبقى في بتساوي 2 في 6 بتساوي 12 فولت. كده جبنا اول مطلوب، هو عايز يحسب في، جبنا له في 12. 12 بيساوي هنا برضه، يبقى ممكن نجيب اي 2، مش ال في، في هنا بتساوي في هنا، يبقى 12 بتساوي اي 2 في 9، يبقى 12 اللي هو في بتساوي اي 2 اللي احنا عايزينها في 9، يبقى اي 2 بتساوي 12 على 9 يطلع لي 1.33 امبير. كده جبنا له اي 2 اللي هو طالبها. عايز اي 3، اي 3 ممكن نجيبها بطريقتين. انا جبت التيار الاصلي صح؟ او مش هنجيب، مش عارف نجيب التيار الاصلي. فعندي هنا اي 3 وعندي ار مجنون، بس هو مديني القدره وعندي في، مش احنا جبنا في هنا؟ يعني اقدر اجيب ار. يعني ار بتساوي ايه؟ القدرة الباور بتساوي في تربيع على ار، يبقى ار بتساوي في تربيع، احنا قلنا في بين الطرفين دول 12، يبقى 12 تربيع على الباور، وقال لي الباور في المقاومة الثالثة 12 واط، يبقى انا على 12 هيطلع لي 12 اوم، يبقى ار دي ب 12 اوم، جبنا ار. اي 3 بتساوي ايه؟ مش 12 في 3 بتساوي 12، مش الفي هنا مش في بتساوي ار، في بتساوي اي ار، اللي ار 3 يعني، ودي اي 3، يبقى ار سوري اي 3 بتساوي في على ار 3، في ب 12 اللي هو فرق الجهد بين طرفي المقاومه 12، على اي 3 سوري على ار 3 لسه جايبينها بكام؟ ب 12، دي ار 3 يديني كام؟ 1 امبير، يبقى ده التيار اي 3 ب 1 امبير. عايزين اي بقى. طيب ما ده 1 امبير وده 1.33 وده 2 امبير، يبقى اي بتساوي ايه؟ 2 زائد 1.33 زائد 1، 2 1 3، 3 1 4 و33 من 100، يبقى اي بتساوي 4 و33 من 100 امبير.
ار اخر حاجه احنا جبناها بالفعل بتساوي 12 ار. ده السؤال رقم 47. السؤال رقم 48 بيقول لي سلكان من معدن موصل للاول مقاومته ار ويمر به 10 اس 20 الكترون في الثانيه والثاني، يعني هو مديك عدد الالكترونات اللي بتمر في الثانيه، يعني مديك ان على تي نضربها في شحنه الالكترون يطلع لك التيار، تمام؟ والثاني مقاومته 2 ار ويمر به 2 في 10 اس 20 الكترون في الثانيه، يعني اقدر اجيب برضو التيار اللي بيمر في السلك الثاني او الموصل الثاني. اوجد النسبه بين القدره المستهلكه في السلك الاول الى القدره المستهلكه في السلك الثاني. طيب هو مديني ار للاولاني والار للثاني، فاضل لي اجيب الاي التيار اللي بيمر في الاولاني عشان نجيب القانون الباور بيساوي اي تربيع في ار. اول حاجه هنجيب التيار بتاع السلك الاولاني. اهو عندي سلكين اهو، السلك الاول والسلك الثاني. ده السؤال رقم 48. السلك الاولاني التيار اللي بيمر فيه اي بتساوي ايه؟ بتساوي كيو على تي، وكيو بتساوي ان اي على تي. هو بيقول لي عدد الالكترونات 10 اس 20 في الثانية، يعني على واحد في اي اللي هو واحد وستة من عشرة في 10 اس سالب 19، يبقى ده اي في السلك الاولاني. نحسبها 10 اس 20 وننزل في 1.6 من 10 في 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 على 1، هيطلع لي 1.6 من 10 او 16، هيطلع لي 16. نرجعها تاني للاصل بتاعها، هيطلع لي 16 امبير. ده اي 1. طب اي 2 بنفس الطريقه، اي 2 بتساوي ان اي على تي. ان بكام؟ هو قال عدد الالكترونات في السلك الثاني 2 في 10 اس 20، 2 في 10 اس 20 في اي اللي هو 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 على 1، هو قال لي بيمر في ثانيه واحده. يبقى هنضرب فوق، هنضرب في 2 بس، يعني هو نفس الارقام بس هنضرب في 2، هتبقى كام؟ يبقى اي 2 بتساوي 32 امبير. هو عايز باور 1 على باور 2. باور 1 على باور 2. يبقى اي 1 تربيع في ار، لان ار في الاولاني ار، على اي 2 تربيع في 2 ار، ار هتروح مع ار. اي 1 بكام؟ ب 16، يبقى 16 تربيع. اي 2 بكام؟ ب 32 تربيع. يبقى 16 تربيع، 16 تربيع على 32 تربيع، هيطلع لي ربع، يعني 1 على 4، 1 على 4. سوري، ده 2 ار، معلش هنا مضروب في 2، نسينا الاثنين اللي تحت دي. يبقى 16 تربيع على 2 في 32 تربيع يديني 125 من 1000، يعني 1 على 8، 1 على 8. احنا ما خدناش بالنا بس من الاثنين اللي تحت دي. السؤال رقم 49 بيقول لي مصباح كهربي A قدرته 80 واط ويعمل على فرق جهد 220 فولت، يعني ممكن نجيب R ليه دلوقتي، يستعمل في المنزل. في المنزل يعني المصباح او المصابيح الثانيه، لو هقول له مصباح كهربي B يبقى هيتوصل ايه؟ توازي، من غير ما يقول لي بقى. ومصباح كهربي B قدرته 20 واط ويعمل على فرق جهد 24 فولت يستعمل في السياره، تمام؟ اذا علمت ان فتيلتي المصباحين مصنوعتان من نفس الماده، يعني رؤي هنا بتساوي رؤي هنا، ولهم نفس الطول، يعني اللي هنا بتساوي اللي هنا، فكم تكون النسبة بين نصفي قطري الفتيلتين ار اي لار بي؟ المعلومات رؤي اي بتساوي رؤي بي بتساوي رؤي. المعلومة الثانية ال اي بتساوي ال بي، الاختلاف في نصف القطر. المصباح بتاع المنزل، ادي المنزل وادي مصباح السيارة. المنزل المعلومة اللي مداني مديني القدرة ومديني فرق الجهد، هنجيب يعني مديني الباور ومديني في، هنساوي قانون الباور بتساوي في تربيع على ار. يبقى ار للمنزل
ار هاوس اي بتساوي في تربيع، في تربيع للمنزل 220 تربيع على الباور بكام؟ ب 80. ونحسب ار، ار للمنزل 220 تربيع على 80 هيطلع لي 605 اوم. المصباح الثاني اللي هو بتاع السياره بيقول لي ار بتاعته بقى الباور برضو نفس الكلام، يبقى ار لكار للسياره بتساوي، خلي ده ار اي عشان هو مديني ار اي وده ار بي مثلا عشان هو كاتب لي اي وبي، يعني ار بي بتساوي طبعا برضو نفس الكلام في تربيع، في تربيع للمصباح اللي هو كام؟ 24 تربيع على 20، 24 تربيع على 20 ونحسب 24 تربيع على 20 هيطلع لي 28 و8 من 10، الار بتاعته 28 و8 من 10. هنقسم بقى ار اي على ار بي او خليها ار بي على ار اي عشان هو عايز نسبه الاقطار، يعني خليها ار بي على ار اي دول عندي كده بتساوي ار بي بتساوي رو اي ال بي على اي بي في على نخليها في ونقلب اللي بعدها يبقى رو اي ال اي على اي اي، رو اي بتروح مع رو اي والال زي بعض يبقى ال هتروح مع ال. ار بي بكام؟ ب 28 و8 من 10 على ار اي بكام؟ ب 605 بتساوي اي اي اللي هو باي ار اي تربيع على اي بي اي باي ار بي، ار بي تربيع باي هتروح مع باي يبقى ار اي على ار بي بتساوي الجذر التربيعي ل 28 و8 هناخد الجذر التربيعي للطرف ده والطرف ده، دي تطلع طبعا بار اي ودي تطلع بار بي بتساوي 28 و8 من 10 على 605 تحت الجذر، جذر التربيعي ل 28 و8 من 10 على 605 هيطلع لي، هيطلع لي 218 من 1000، 218 ايه؟ من 1000 اللي هو 12 على 55، 12 على 55 اللي مكتوب تمام؟ ده الصورة رقم 49، الصورة رقم 50 بيقول لي ثلاث مصابيح متماثلة والصورة مرة على التوالي ومرة أخرى على التوازي مع نفس المصدر، يعني في بين طرف بين الأطراف بتاعتهم ثابتة. قارن بين القدرة المستنفذة في في المصابيح في الحالتين. السؤال رقم 50 عندي مصابيح مرة وصلناهم على التوالي ومرة على التوازي، هنا توالي وهنا توازي، مرة على التوالي ومرة على التوازي مع نفس المصدر. طالما وصلهم توالي اهو التلاتة ار وار وار مع المصدر، وهنا ار وار وار بس توازي مع نفس المصدر، هو عايز الباور هنا والباور هنا، الباور توتال باور، يعني الباور هنا بيساوي ايه؟ في بي في تربيع على ار على 3 صح كده؟ ما هو دي المقاومه هنا ار على 3. طيب والباور هنا بيساوي ايه؟ في تربيع برضو على 3 ار. نقسم بقى ده على ده، ده باور واحد وده باور اثنين او توالي التوازي، باور توازي اهو واحد على الباور اثنين، الباور هنا 3 في تربيع على ار، على هنخليها في ونقلب اللي بعدها تبقى في تربيع على 3 ار، في تربيع تروح مع في تربيع، ار مع ار 3 في 3 ب 9 يديني 9 على 1. طبعا الباور هنا اكبر لانها تسحب تيار اكبر، ده تسحب تيار اكبر من هنا. السؤال رقم 51، السؤال رقم 51 بيقول لي في الدائرة المقابلة إذا علمت أنه عند غلق المفتاح لما نغلق تزداد القدرة المستهلكة في الدائرة للضعف. يعني الباور في الحالة في 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 الحالة الثانية باور 2 بتساوي 2 باور 1. يبقى باور 2 بتساوي 2 باور 1. طيب هنجيب بقى باور 1 ونجيب باور 2 ويحسب قيمة ار،
هو عايز قيمه ار. الباور في الحلقه الاولانيه بيساوي ايه؟ بي 1 باور 1 يعني المفتاح مفتوح هتبقى بيساوي بسم الله هتساوي طبعا في بي، ممكن نقول في بي على 30 زائد ار، صح كده؟ يبقى في حالتنا في بي تربيع على 30 زائد ار. الباور في الحلقه الثانيه لما نقفل المفتاح هتبقى المقاومه المكافئه هنا 15 في 30 على 15 زائد 30. 15 في 30 على 45 هيطلع لي 10، المقاومه المكافئه تبقى 10، يبقى 10 زائد ار. يبقى الباور في الحلقه الثانيه في تربيع، في بي تربيع يعني على 10 زائد ار. نرجع نعوض هنا، البي 2 بتساوي كام؟ في بي تربيع على 10 زائد ار بتساوي 2 في الباور 1 اللي هو في بي تربيع على 30 زائد ار. في بي تربيع تروح مع في بي تربيع. تمام؟ طرفين فاصلتين يبقى 2 في 10 زائد ار بتساوي 1 في 30 زائد ار، يبقى 30 زائد ار بتساوي 2 في 10 ب 20، و2 في ار ب 2 ار، يبقى 2 ار. هنودي ار دي الناحيه دي ونجيب 20 الناحيه دي، يبقى 2 ار ناقص ار بار. وهنا 20 30 ناقص 20 دي 10، يبقى المقاومه بكام؟ ب 10 و 10 ايه؟ اهي 10 ار. في الدائره المقابله اوجد النسبه بين القدره المستهلكه من المصدر في حاله غلق المفتاح في الوضع 1 وغلق المفتاح في الوضع 2، عايز النسبه بين الباور هنا والباور هنا لما نقفل هنا ونقفل هنا. تمام؟ الباور بيساوي ايه؟ في في ار، او ممكن نقول في تربيع على ار، يعني نجيب في الحاله الاولانيه ادي رقم 52 هنا قبل او في الوضع مثلا ممكن نقول وضع 1 وهنا في الوضع رقم 2. المفتاح في الوضع 1 هتبقى هنا ار بتساوي طبعا المقاومه دي مش امور فيها تيار يعني كانها مش موجوده، يبقى ار الكليه يبقى ار على 2. يبقى الباور بيساوي ايه؟ الباور في الحاله الاولانيه مع مفتاح واحد هتبقى في تربيع اللي هو في بي يعني تربيع على ار على 2، يعني 2 في تربيع على ار، ده الباور في الحاله الاولانيه. في الحاله الثانيه لما نحط المفتاح بقى في الوضع 2 هتبقى دول كام؟ 2 ار مع ار، يبقى 2 ار في ار على 2 ار زائد ار، يبقى ار داش الاول، نجيب ار الاول ار داش 2 ار في ار على 2 ار زائد ار يعني 3 ار، ار هتروح مع ار، يتبقى لي 2 ار على 3. يبقى الباور بتساوي ايه؟ الباور الثاني في تربيع، في بي تربيع على ار داش اللي هي كام؟ 2 ار على 3 تطلع فوق. تمام؟ هنعوض بقى بي 1 على بي 2 بتساوي بي 1 2 في بي تربيع على ار، على هنخليها في ونقلب اللي بعدها يبقى 3 في بي تربيع على 2 ار، في بي تربيع مع في بي تربيع ار هتروح مع ار، هتبقى فوق 2 في 2 ب 4، 1 في 3 ب 3، يبقى الباور الاولاني على الباور الثاني بتساوي 4 على 3. 4 على 3. كده احنا الثاني اللي هو توصيل المقاومات في كتاب الامتحان. اتمنى من حضراتكم ان شاء الله تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو عجبك الشرح، وتعمل تفعيل لزر الجرس علشان يوصلك النوتيفيكيشنز، ويا ريت لو تشير الفيديو لزمايلك عشان يستفادوا. شكرا لحضراتكم.